السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم أعزائنا المتابعين. هذه الحلقة مميزة بعيدة غريبة عن حلقاتي عادة. عادة حلقاتي بتكون مركزة عن التعليم الطبي، حقيقة هذه الحلقة حتكون عن سر النجاح. سر النجاح هو جمع بين شغلتين، المثابرة والصبر. أنا أفضل إني بدل ما أحكي بشكل نظري لمدة ساعة أو ساعتين كلام نظري ممل، ربما إني أنا أستعرض مثال حقيقي أستضيفه بهذه الحلقة، الدكتور مازن سنجاب. دكتور مازن سنجاب من الأطباء المميزين ما شاء الله عليه، طبيب عيني مميز وبارع، بدأ تخصصه بسوريا. هو تخرج من كلية الطب عام 93، اختص بداية بجامعة دمشق بمشفى جامعة مشافي جامعة دمشق، انضم للمعيدية بال2001، بعدين كان مدرس بكلية الطب، بقي بسوريا لعام 2012 أو 2013، بعدين طلع على الخليج، مارس الطب بين عدة دول، بالبحرين أولا، بعدين بالرياض، بعدين بدبي ما شاء الله. حاليا دكتور مازن عمليا وصل للعالمية حاليا، وممكن استعرض معكم نقاط وصوله للعالمية بخلال هذا الفيديو. برحب فيك دكتور مازن. اهلا وسهلا دكتور طلال، الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا لهالفرصه اللي اعطيتني اياها على المنصه تبعك. هذا يعني شرف لي والله، الله يجعل فيه النفع لكل الناس ان شاء الله. الله يسلمك يا رب دكتور. انا نحن من دواعي سرورنا ومصدر فخر لنا انه في طبيب سوري مميز ما شاء الله من امثال حضرتك ما شاء الله. وان شاء الله هذا الفيديو هو رساله للاطباء المتخرجين او اللي عم بيطور التخصص حاليا، كيف الواحد ممكن يسعى للنجاح وكيف ممكن يمشي فيه. ممكن يكون ما شاء الله حضرتك قدوه لكثير ناس، ممكن الواحد يمشي على خطاك ما شاء الله عليك. الله يسلمك يا رب، وإن شاء الله هيك الله يجعلنا عند حسن ظنكم إن شاء الله. تسلم يا رب. طبعا انا بحط بدايه الفيديو لازم الواحد يعترف انه في بياس او في علاقه. انا الدكتور مازن هو طبيبي، كان بيوم من الايام بعام 2017 عمل لي عمليه الليزك، فانا هلا بشيل ما بحط نظارات بسبب الدكتور مازن ما شاء الله. هي مهمه الله جدا يبارك فيك. نعترف فيها بالبدايه. دكتور مازن، خليني ابدا معك من البدايات. حضرتك يعني ربما قبل ما نبدا التسجيل قلت لي انه انت بدات اهتمامك بتخصص العينيه بعمر 15 سنه. انا فاجاتني بهذا نعم الكلام، فممكن تحكي لي اكثر عن هذا الموضوع؟ غريب جدا انه طبيب عاده، وانا واحد من الناس دخلت كليه الطب بسبب ضغط المجتمع، بسبب ضغط الاهل، جبت معدل عالي بكليه الطب وحكيت الطب اجباري. انت مهتم بهذا الموضوع بعمر 15 سنه حتى قبل البكالوريا. فاجاتني صراحه، فيا ريت لو تحكي لي اكثر عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا يعني طبيعتي هي انه من انا وصغير بحب خلينا نقول التميز، يعني من وقت الابتدائي وانا بحب انه اكون مميز بكل شيء. ف يعني حتى بتذكر انه لما كانت الانسه تقول مين بنظف الصف اليوم، بدل ما يروح على الفرصه، كان في اسم فرصه انه والله مين بنظف الصف، ارفع ايدي انا اول واحد، انا بدي انظف الصف. ليش؟ ما شاء الله. بدي اكون مميز. فبصف السادس انا بتذكر كان في عندنا شيء اسمه اللي هو المنظار يلي بيخليك تشوف تبع الغواصه يعني. صحيح. فالاستاذ وقتها قال انه مين بيساوي لنا اياه، هذا طبعا من كثير اشياء كنت انا دغري اول واحد ارفع ايدي، فانا ساويته وعجبتني الفكره بحد ذاتها انه في مرايا بتخليك تشوف. فهون ظلت الفكره براسي انه والله موضوع المرايا، موضوع العدسات. بعدين بصف التاسع بلش نظري يغبش شوي، فوالدي الله يرحمه اخذني عند دكتور عيون، فحبيت الاجهزه اللي موجوده عنده بالعياده، مع انه هذا الكلام كان بسنه ال 85 84 حتى كمان. ف يعني كانت الاجهزه تعتبر جدا بسيطه بهذاك الوقت، شو احنا عم نحكي قبل 40 سنه، 40 سنه هذا الحكي. على الرغم من بساطتها عجبتني القصة، انه يعني في شيء اسمه إنارة، في شيء اسمه عدسات، في شيء، فحسيته انه هذا هو الشيء اللي انا بحبه، هذا هو الشغف تبعي. فمن وقتها قررت انه اصير طبيب عيون، مع انه لساتني انا كنت صف تاسع، ونحن بنعرف انه طبيب العيون اول شيء بده يدرس طب 6 سنين بسوريا، بعدين بقى بيتخصص طب عيون. يعني فمن انا هون يعني صدقني اجت. دكتور مازن، انا خلال كليه الطب ما كان عندي الوعي شخصيا اني شو بدي اختص بعدين. فانت لسه مو قبل كليه الطب، قبل الثانويه نعم العامه عم تفكر بطب العيون. نعم انا وهذا الشيء فعلا شيء انا منبهر فيه حاليا حقيقه. ما شاء الله عليك، يعني هذا الله يسلمك. بيفسر نجاحك ما شاء الله من الاول، انه انت مشروعك بدات فيه بعمر 15 سنه. نعم، فلذلك أنا كنت أشتغل على حالي إنه أنا لازم فوت طب.
فبذلت كل جهدي، الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا ودخلنا كلية الطب. وفعلا كنت يعني خلال كلية الطب، بالرغم من انه انا من العشرة الاوائل يعني ما بالنهاية، شاء الله. طبعا درست طب بشري انا بحلب، جامعة حلب. جميل. فرغم من هالشيء انا كثير كنت اهتم بالفيزياء، مع انه الناس كلها تكره الفيزياء، كنت اهتم بالرياضيات. بالفيزياء ورياضيات أثناء كلية الطب ولا بالثانوية العامة؟ نعم، لا كلية الطب؟ بالثانوية العامة هي خلصنا منها، أنا جبت 60 من 60 بالرياضيات ما بالثانوية شاء الله. العامة. تمام. لكن حتى بكلية الطب بالسنة الأولى كان في فيزياء ورياضيات هي وآخر بالسنة الأولى مقرر، بس بعدين ما بيعود في فيزياء ورياضيات. إيه. فأنا كنت جيب أعلى علامات، بعدين بقى يعني خلينا نقول صار اهتمامي أكثر بموضوع الشغلات اللي لها علاقة بالفيزياء البصرية. ما شاء الله. نعم. رغم ف انه هذا الشيء ما له جزء من المنهاج، يعني انا بقول لك فيزيولوجيا نعم العيون حتى صراحه كان نعم متواضع جدا الشرح فيها، وفي ماده العلميه نعم بالسنه الرابعه، بس اما جزء يعني نعم انت ما انك عم تحكي عن فيزيولوجيا القلب والكهرباء اللي هو اهتمام معظم نعم الطلاب. حقيقه معظم طلاب الطب بيهتموا نعم بالقلب، يعني بينسوا كل الجسم وبيطلعوا على القلب. حقيقه انا بقول لك معظم، فانت اهتمامك بشغله فعلا ما انا موجوده بالمنهج اصلا، يعني قليله جدا. بالضبط، لأنه أنا كنت أتسلى خلال فترة الصيف بقراءة كتب. كان في كتاب جميل جدا مؤلف من 3 أجزاء اسمه الفيزياء المسلية، هو كتاب روسي مترجم للغة العربية، صحيح. ما شاء الله. والترجمة تبعه كانت رائعة جدا صراحة، المترجم كان يعني بروفيشنال كثير، فكنت أنا أتسلى بهيك كتب صراحة يعني. ما ف شاء الله. تمام. جينا على السنة الرابعة، كانت المادة بقى العينية. كتاب العينية هذا يعني من الجلدة للجلدة، يمكن حفظته شيء 20 مرة رايح جاي، باعتبار انه هاي العينية تبعي خلص يعني ما في مجال. ما انا مستغرب ابدا. اي نعم. اشبعت فضولك، اشبعت فضولك هي الكتاب بهذيك الوقت. والله اكثر شيء عجبني فيه مو الامراض، يعني تعرف انت العينية في عندنا امراض التهابات الملتحمة والى اخره، وفي عندك بقى جزء اللي له علاقة بالبصريات والفيزياء البصرية والعدسات وهيك قصص واسواق الانكسار. ف كثير يعني اهتميت فيها هاي القصة هاي، وحاولت انه انا يعني افهمها بشكل جيد، ما كان في مراجع اخرى صراحة سوى بس هالكتاب. بس هذا الكتاب بهداك الوقت تبع كلية الطب بجامعة حلب بهداك التاريخ كان يعني كتاب ضخم ومرتب ومفصل، ف يعني درسته بشكل جيد، بس ما كنت عرفان أهميته وقيمته غير لما نيجي نعمل بقى الاستاجات تبع السنة السادسة، لأنه نحن بالسنة السادسة كان بحق لنا أنه نعمل استاجات بجامعة دمشق. تمام. كجامعة حلب كنا السنة السادسة معلش نروح نساويها بالشام وبعدين نقدم فحوصات بقى بحلب. تمام. فلما رحت بقى على الشام أعمل بقى الاستاجات، بتعرف في استاج عينية وفي استاج جراحة عامة وفي استاج تمام. طب استاج العينية أنا الوحيد اللي جاي من جامعة حلب، وكلهم هن أصدقائي وزملائي لأنه هن فاتوا بجامعة دمشق بالثانوية أنا رحت العامة. على تمام. حلب، فهن رفقاتي معظمهم يعني. فنقعد بالاستاج، يجي بقى الأساتذة اللي بعدين صاروا زملائي طبعا أساتذتي يعني هن، ما شاء الله. فيجوا يسألوا مثلا إنه مين بيعرف شو يعني حرج البصر المختلط الميكست صعب أستيجماتيزم، هذا. ارفع ايدي انا اشرح لهم اياها from A to Z. ما شاء الله. يطلعوا فيني هيك يقولوا لي انت منين قارئ هذا الحكي؟ اقول لهم انا من جامعه حلب، انا جاي لعندكم من جامعه حلب عم بعمل استاجات هون. بعدين يعني كررت هالقصه كثير خلال الاستاج كان 15 يوم، فصاروا بقى الطلاب صار الطلاب يلي يكرهوك موجودين، معناتها ولا لا؟ لا ابدا بالعكس، الطلاب صاروا يقولوا لهم للاساتذه انه ليش ما عم تعلمونا هذا الحكي طيب؟ اوه، بعض الاساتذه لازم يكرهوك. احنا عاده الطبيب المميز او الطالب المميز حقيقه بيكون مصدر ازعاج لرفقاته، لانه بيظهر ضعفهم او لاساتذته. حقيقه يكون صالح صديق صادق معك يعني. والله بس فعلا الاساتذه اللي كانوا بهذاك الوقت بجامعه دمشق يعني كانوا بكل معنى الكلمه اساتذه، وكانوا فعلا يعني ابدوا اهتمامهم فيه ما شاء الله. لدرجه انه لما جيت لحتى اتخصص بقى عينيه بجامعه دمشق فورا تذكروني قالوا لي مو أوه ما انت شاء اللي الله. كنت بالاستاجات تجاوب على كل الاسئله ما وكنت شاء تعرف الله. ما شاء الله. مدري شو مدري شو مدري شو، انا ما شاء الله. بذاتي هذا هو انا. ما شاء الله. ف فأنت خلصت نعم اختصاص، خلصت طب هي جامعة حلب، وأنت خلال كلية الطب كنت أصلاً مهتم بما، يعني أنت ماشي بموضوع ما شاء الله من قبل كلية الطب، يعني أنت مادة نعم العينية يعني معنى آخر، يعني مشروعك كان واضح لدرجة أنه أنت ماشي فيه من بداياته حقيقة.
وهذا فعلا نقطة إقبال كبيرة. نحن عندنا مشكلة بسوريا حقيقة، وبتعرف هذا الشيء، وأنت أظنك يعني مدرك فيه كأب حاليا هذا الموضوع، إنه يا أخي اللي الطلاب الثانوي ما في توجيه لهم حقيقة، خاصة هي ظروف مجتمعية، الموضوع أكبر إنه نحكي فيه هلا، بس إنه بيجيب الواحد علامة عالية هو ما عارف حاله وين بده يروح حقيقة. فمعظم الاحيان بيروح على كليه الطب بضغط مجتمعي، بيكون هو مميز بالرياضيات بالفيزياء، بده يهتم مثلا بمواضيع ثانيه، بيروح لا بيروح بيكتب مواهبه بيتمادوا بكليه الطب. فانا سؤالي لك، انت ما شاء الله يعني انت بدات، انت عم تقول انت كنت بالرياضيات مميز بالفيزياء، وهذا الشيء متوقع بكل الطلاب السوريين، ما شاء الله كنت من المتفوقين. هل هذا الشيء اثر او فادك، خلينا نقول لاحقا، بانه انت تخصصت، يعني ما شاء الله تخصصك هو مش العينيه بالذات، هو أمراض الجزء الأمامي من العين، اللي هي أمراض العدسات، اللي هي من أصعب المواضيع حقيقة. حتى على أنا بعض زملائي من أطباء العيون أي كثير صعبات المواضيع، أحيانا بفضلوا يعني ياخذوها بشكل مبسط. نعم فهل هذا الشيء أثر قدرتك أو اهتمامك بالرياضيات والفيزياء من قبل باستيعابك أو تفجير طاقاتك، خليني أقول، اللاحقة بهذا التخصص؟ طبعا 100% هذا الشيء. هلا بس قبل ما ابلش لك بهي النقطة، بس بدي هيك سبحان الله اقول شغلة لحتى تشوف قديش الواحد فعلا يعني ضل مصر على هدفه. بس تخرجت من كلية الطب وطلعت من العشرة الأوائل، معدلي كان كثير عالي، فكان بصح لي انه اعمل اي تخصص بدي اياه بجامعة دمشق، جراحة اي قلبية تخصص مثلا، جراحة قلبية صحيح. مثلا او اطفال او نسائيه او اللي بدي اياه. العينيه بهذاك الوقت ما كثير كانت يعني الرانك تبعها كثير عالي، يعني كل الزملاء استغربوا انه انت يعني معقول انت بصح لك تفوت نسائيه؟ كان عندنا الحلم الاساسي هو النسائيه، على اساس هذا بجيب اكثر شيء في فلوس مصاري. كثير صحيح. ايوه قلت لهم انا الهدف تبعي هو عيون. هلا الشيء اللي غير متوقع، والدي الله يرحمه قال لي طالما انت بصح لك تفوت تخصصات ثانيه بلا لك العينيه. قلت له ليش؟ قال لي لانه يمكن ما يكون معي حق عياده يفتح لك اياها، لانه اجهزه غاليه، صحيح اجهزه العينيه غاليه. صحيح انت قلت له والله شوف انا ماني حابب فوت شيء ماني حابه، انا حابب فوت شيء وبعدين الشغل يعني الباقي على الله، خليه على الله وبعدين بقى الله بيفرجها ان شاء الله. وفعلا الحمد لله يعني زبطت الامور والحمد لله. المهم انه لما بقى دخلت انا العيون، موضوع المقررات اللي كانت عندنا بالسنه الاولى كدراسات عليا، هي يعني انا خلصتها بشهرين 3 شهور مثلا، ما شاء الله طحن رايح جاي رايح جاي، فرنت فرم، وبعدين بقى ابلش بالشيء اللي بعده اللي بعده. زائد روح جيب، كان في كتابين لهم علاقه بالفيزياء البصريه والاوبتكس، كلينيكال اوبتكس والاوبتكس اند ريفراكشن والقصص هي. هي فانت الشغلات اهتمامك مركز على الامراض القرنيه من الاول، امراض القرنيه من والعدسيه، يعني الاول. انت مالك نعم مع نعم الشبكيه حقيقه، مع الجزء الامامي من العين من الاول، يعني ما شاء الله بالضبط وماشي فيه. بالضبط. فهذول رحت جبتهم هذول الكتب مع انه هن مو من المنهاج، وقراتهم كمان بشكل كامل. بعدين كنت اجي على المعادله مثلا، مو انه مثلا خلاص اقبلها كما هي، بدي اشوف هن من وين جابوها اصلا، من وين اشتقاقها كان. في شغلات مثلا كان خلينا نقول كروس سيلندر. الكروس سيلندر هي بس مشان نحن نعرف انه الاستجماتيزم تبع الشخص او الانحراف قديش العيار وشو هو الاتجاه المحور. فالتكنيك معروف انه والله بتحط هيك الساعد تبعه وبتقلبه يمين ويسار وتسال المريض الاخر. طب انا بدي افهم انه ليش؟ من وين جاي هذا الحكي؟ هاي القواعد هي احنا حاطينها من وين؟ فاقعد لحالي فصصها. فيعني عمليا الرياضيات والفيزياء اللي انا بالاصل كنت احبهم صار هلا بقى في تطبيق عملي لهم خلال فتره التخصص، صار في ترجمه حقيقيه لهم. طيب خليني اعلق يعني لك على النقطه دكتور، وهي فعلا يعني هي احد اسرار التميز، خليني اقول ما شاء الله انت مثال عملي على هذا الموضوع، انه انت عم تطلع شو سر تحضير المعادله. هي المعادله هي انت بالنهايه كطبيب بيهمك المنتج النهائي، اللي انا اطبق نعم المعادله ما بيهمني مين حطها ولا كيف انحطت ولا كيف وصلت. هذا الطبيب العادي بيعمل هذا الشيء حقيقه. هلا حقيقه انا بجاوب لك اياها من تخصصي، امراض مثلا اضطرابات نقص الصوديوم، انا بدي اعرف قديش بدي اصلح الصوديوم، في معادله صار هلا في كالكوليتر، هلا بتفتح الابلكيشن بتحط الصوديوم بتحط التارجت تبعك بيقول لك قديش لازم تسرد، بس كيف وصلت هي المعادله؟ اذا كان انت تمام مالك اونلاين، اذا كان اللاين الحاسبه ما انا بجيبك، كيف بدك تطبقها؟
للاسف في نعم كثير اطباء او طلاب حاليا هلا بتسالهم هالسؤال بالجولات، لك يا اخي بس اعطيني انت شلون وصلت للمعادله، ما بدي شلون يعني البيزك تبعها، ما انه قادر يعمل هي التفاصيل. فهذا الطبيب اللي عم يميز اللي عم يطبق بس يعني عم يستعمل المنتج النهائي ويطبقه، هذا ما حيكون مميز بالمستقبل، لحتى يكون مميز لازم يدخل للتفاصيل. نعم بالضبط. فيعني هذا جواب على سؤال حضرتك. جميل، فانت انهيت تخصص العينيه ما شاء الله، كنت بموضوع الامراض الجذر الامني، مثل ما قلت لك انا ربما بعيد، انه احد الزملاء قال لي انه اطباء العيون عموما بيتجهوا يا اما الامراض الشبكيه اللي هي امراض القسم الخلفي اذا بده يتخصص تحت تخصص بالعينيه، او امراض الجذر الامامي، فهو هذا الشيء بيعتمد لمهاره الطالب الاساسيه او اهتمامه بالرياضيات والفيزياء، وما شاء الله انت اهتميت بالجزء الامامي وكنت مهتم فيه من الاصل وبدات فيه. فانت بعدها خلصت من الشام وانت بدات المعيديه بدمشق حقيقه، صحيح ولا انا غلطان؟ لا خلينا نقول انه في شويه مراحل قبل كانت. هلا هو نحن تخصص العينيه اللي بسوريا هو حتى هذه اللحظه هو تخصص عام. كومبريهنسيف، يعني هو طب عيون عام، انه بناخذ فروم اي تو زد، وهذا الشيء اللي اصلا موجود بكل انحاء العالم. بعد ما خلصت انا كان نظام الدراسات العليا او اللي هو ماجستير بسوريا هو 3 سنوات بهذاك الوقت، بعدين بعد فترة طويلة سوى 4 سنوات، فأنا من النظام تبع 3 سنوات. خلصنا منه طبعا مرتبة الشرف وطلعت ما الأول شاء الله للآخر. ما شاء الله. المهم جينا بعدين بدي أكمل بورد عربي، لأنه نحن بهذاك الوقت البورد العربي كان شيء بده جميل وأول مو طالع، سنة ف إضافية. سنة إضافية، برافو عليك، فقدمته وطلعت كمان الأول على الوطن العربي كله. ما شاء الله. اجتني عروض على الخليج، تعال اشتغل والى اخره، قلت له ما بدي، بدي يضلني بالبلد. المهم بعدين رحت خدمت عسكريه من 1998 ل 2000. جميل. هلا بال 2000 نزلوا بقى موضوع المعيديه، يعني معناته انا كان عندي شهادتين اللي هي شهاده دراسات الماجستير والمعهد العام. والبرد العربي. نزلوا مسابقه المعيديه وكان بدهم معيد واحد فقط، فزت انا بالمسابقه، متوقع. الريكوايرمنت يعني كلياتها موجوده الحمد لله. بلشت بقى دوام بالمعيدية 2001 في جامعة دمشق. فأنت كمعيد هون أنت صار عندك طلاب الدراسات أنت بتدربهم، طبعا أنت عم تشتغل على رسالتك أو مشروعك يعني، بس أنت في طلاب أو طلاب دراسات أو أطباء مقيمين حيكونوا تحت نعم إشرافك وحيتدربوا تحت إيدك، صحيح ولا أنا غلطان؟ صح بالضبط. هلا أنا سألت معظم رفقاتي، لأنه أنا أنتمي لهذيك الفترة، أنا دخلت دراسات 2004 ل 2008، فهذيك الفترة رفقاتي كانوا طلابك حقيقة. فشهادة الجميع حقيقة أنه أنت يا دكتور مازن كنت دكتور مميز، أول شيء بطريقة التعليم وبأنه الكرم حقيقة بالتعليم، يعني أنت عم نحكي عن تخصص عملي، تخصص العينية، في جزء نظري طبعا وهن بيقروه كل إنسان بيقراه ببيته، بس في شيء اسمه الجزء العملي هو تخصص جراحي هذا. فأنت نعم ما شاء الله، وأنا عم بقول لك شهادة اللي سألت هون واطباء هلا كلهم اطباء مميزين ما شاء الله، انه كنت انت من اساتذه المميزين بين قياسا بغيرك من الاساتذه، الكرم بالتعليم، يعني معنى اخر سالك عن جراحه الحول مثلا، احد الزملاء ذكر بالذات الحول، وهذا الموضوع صعب جدا، انا بقول لك انا لما درسناه بكيت الطب ما فهمنا منه شيء حقيقه، فموضوع صعب جدا جدا، فانت كنت كريم فيه بهذا الموضوع مثلا بهذا لإله ولغيره، انه بيسالك بتعلمه عمليا ونظريا، وهذا الشيء كان سمتك المميزه ما شاء الله. الحمد فدكتور لله. مازن حقيقة ربما هي نقطة حابب أسأل يعني آخذ رأيك فيها أو تعليقك عليه، حقيقة في كثير أطباء وللأسف هذا الشيء موجود حقيقة، خاصة التخصصات العملية اللي فيها شغل بالإيد، يعني مثلا جراحة، تنظير، إيكو مثلا، في أطباء بيستأثروا للعلم لحالهم حقيقة، لأنه نعم أنت عم تعلم طبيب، هذا الطبيب حيكون منافس لك مستقبلي، فأنت إذا كنت مميز بهذا الموضوع لحالك هلا بعد 10 سنين ما بدك مميز، فانت ما شاء الله علمت العشرات. هل هذا شيء نقص من رزقتك يا دكتور مازن؟ ما شاء الله، يعني والله انت وين صرت هلا؟ الحمد لله، والله زادت رزقتي، وبعدين زاد التوفيق وزادت البركة، وهدول مساكين انا بزعل عليهم، لانه هم مو فهمانين معنى الحياة بشكل حقيقي وصحيح، هدول اللي بيبخلوا بالعلم. انا من ناحيتي اخي الحمد لله، يعني الله عطيني موهبة تبسيط المعلومة الحمد لله، هاي بشهادة بشهادة الزملاء حياتي تماما كل اطباء العيون على مستوى العالم، انه ما شاء الله. كتبي وكل هذا بعدين بنحكي عنه الى اخره الى اخره. هي موهبه من الله سبحانه وتعالى، تبسيط المعلومه وتبويبه يعني بشكل هيك منهجي يمشي بالطالب خطوه خطوه. فانا كنت اعمل هذا الحكي حتى مع طلاب
الطب، لانه كانوا يعملوا استاجات عينيه وانا احد الاساتذه اللي يدرسهم، فكنت نفس الشيء بحب اعطيهم الحول اللي هو انا كنت هاي ميزه كنت عندي، انه الشيء المعقد يلي باقي الاساتذه ما يحبوا يعطوه انا اتصدى له. فسبحان الله يعني الله يعطيني هيك، وبسط الموضوع ويطلع ولا ازرف من هيك. خلينا نقول بفتره يعني المعيديه الى اخره، مثل ما تفضلت كنت انا ادرس يعني طلاب دراسات، وكنت اعطيهم مواد مختلفه. يعني مثلا شو الشغلات اللي ما حدا عم يعطيهم اياها؟ كانت النيورو اوفتالمولوجي، تخيل هي من اعقد المواضيع، طب العيون العصبي انا اعطيتهم اياها، الحول انا ما شاء اعطيتهم الله. اياها، شو في كمان هيك شغلات، والله نسيان، يعني انا اعطيتهم تقريبا نص المواد اللي المفروض انه ياخذوها. وبعدين بقى لما دخلت انا بموضوع الجراحه الانكساريه، انا اول من فتح باب الجراحه الانكساريه في لطلاب الدراسات في جامعه دمشق، كنت درسهم الجراحه الانكساريه في ذلك الوقت. يعني مع انه هذا كان علم حديث على مستوى تماما العالم، تماما فانا كنت بسط لهم اياه وظبط لهم اياه والى اخره، والتصوير الطبوغرافي والى اخره. هلا اول شيء هو غير موضوع ملكه تبسيط المعلومه، هو الدافع بحد ذاته، انه انت بتحب تعطي الاخرين. ليش؟ انا كنت حس انه هالمعلومه هي قاعده على رقبتي هون، انه اذا ما فتحت تمي وطالعتها هي حتضل كانه جبل على ظهري. شو كنت عم تستفيد دكتور؟ فلذلك شو عم تستفيد لما عم تعلم غيرك انت؟ اول شيء حس حالي ارتحت، يعني حس ما شاء انه في الله. شيء هيك كاتم على نفسي وانه لازم اطلعه. حتى تخيل انا وعم بعمل عمليه مثلا، او عم بعمل او عم بشرف عليهم هن وعم يعملوا عمليات، يخطر ببالي معلومه فورا اولى، فورا فورا طلعها من عندي، ما اخليها ما انه شاء والله الله. ايه بكره تذكروني مشان احكي لكم عن الموضوع الفلاني. فبتلاقيهم هن قاعدين عم يشتغلوا انا عم درسهم، عم يشتغلوا عمليه وانا ما قاعد شاء الله. يلا ما شاء يلا الله. يلا. وحتى لو كنت انا عم بشتغل عمليه كمان بكون عم بحكي انه والله ها شوفوا هيك عم نعمل هيك عم نساوي، لانه اذا ما عملنا بيصير، اذا عملنا ما بصير الى اخره. فاذا الدافع بحد ذاته. الشيء الثالث الشعور بالسعاده، يعني بالنهايه بتلاقي حالك انه انت لما عم تعطي هالمعلومه في سعاده غامره بتصير بالقلب موجوده. الشيء الرابع زكاه العلم التعليم، بتلاقي حالك انه العلم تبعك عم يزيد، مو بس لانه بركه من الله، بس كمان لانك انت مضطر انك تقرا وتكون اب تو ديت، وانك تحضر كل شيء مشان ما تروح يسالوك شيء سؤال يحرجوك فيه مثلا، انك في بدك فائدة تكون شخصية محضر طبعا كل شيء. أكيد. تمام. في فائدة شخصية. بالضبط. الامر الخامس وهو اهم واحد فيهم، انا من الناس اللي طبيعتي انه بحب اللي بيغلطني، بحب كثير انه مثلا ما بحب انه والله شكرا الى اخره، اوكي الله يجزيكم الخير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بس بنفس الوقت بنبسط كثير لما يجي طالب يجي يقول لي بس لا انا قرات بالكتاب غير هيك، بالكتاب مكتوب كذا وكذا كذا، بنتبه على النقطه وبرجع بفصصها وبشوف ليش انا غلطت فيها او فهمتها غلط، وبلاقي انه بتنفتح لي ابواب. عرفت شلون؟ جميل. فلذلك فهو فائده متبادله، الشخص طيب اللي رح اسالك بيعطي. دكتور، رح اسالك سؤال. انت دكتور مازن دكتور مميز، حيستفيد منك 10 مرضى، 20 مريض، 50 مريض مرضى. بس لو في نعم. هن 10 اطباء مميزين هن مدربهم دكتور مازن، او هن صار كانوا تلاميذه بيوم من الايام وصاروا مميزين، كم مريض حيستفيد؟ يعني انت، أحسنت. يعني انا هي نقطة كثير بركز عليها يا جماعة. انت لما عم علم انا غيري، انا ماني عم مهتم هي كل اللي ذكرته جميل، بس بالنهاية المستفيد مين هن؟ هن اهلي واهلك، المرضى هن اهلي واهلك، لكن هن الناس. وهذا ربما، يعني اتمنى انه لما بيوصل الانسان لهالمرحله هاي يطلع على الهدف السامي الاخير، انه بالنهايه اللي عم يستفيد بالنهايه هو شعبك، هو ناسك، هو اهلك وناسك. نعم نعم هلا أنا حكيت انت بالنسبة نقطه لي مهمه دكتور، وانا حابب ركز عليها. ربما اللي عم يسمعونا اطباء الجدد اللي ماشيين بطريق التخصص، يا اخي اهتمامك بالمواضيع الصعبه لا تجي على المواضيع السهله، هي حتتعلمها بالايام قولا واحدا وما حتكون مميز فيها. يعني كل الناس هتعرف الشغلات السهلة، كل الناس هتعرفها، بس انت اختيارك للمواضيع اللي بتهرب منه كل الناس، هذا هو سر التميز. وانا بقول لك من تجربتي الشخصية حقيقة، انا اهتميت بحياتي بالمواضيع اللي كل الناس تهرب منها، نفس اللي عم تحكيه بالضبط تماما. وفعلا الحمد لله، الله يعني يسر لي اياها وقدرت اوصلها نعم للناس. لانه هلا في نقطة حابب اسألك اياها. هلا ما شاء الله انت عم تهتم بمواضيع صعبة كنت،
انت تعلمت بين ليله وضحاها هي المواضيع الصعبه، واللي ابدا. انت بذلت جهدك ووقتك نعم بفتره معينه، خلينا نقول فتره كمون، يعني رح اسالك، هي نعم الحكمه العطائيه، ما بتعرف العطاء لها السكندري، ادفن وجودك في ارض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يعني انا ما بصير بين ليله وضحاها بصير استاذ بالحول مثلا، بيجي بعلم الناس الحول، انا لازم اكون انا اول شيء استغرق وقتي اتعلمه انا شخصيا واقرا وافتح عنه. فشو تجربتك بهذا الموضوع، او شو تعليقك على هذه الحكمه، او هذه اذا كانت هي مرأت فيها انت ولا لا؟ طبعا. هلا هو يعني سبحان الله، اي شيء انا حابب اتعلمه يعني هو صعب، خلينا نقول، وانا حابب انه اتعلمه. فاول شيء هو التجئ الى الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين وانا وساجد، يا رب علمني الموضوع الفلاني، واذكره وكاني عم بحكي مع يعني صديقي، انه يا رب علمني مثلا انواع الشغله الفلانيه هيك بالاسم. تمام. هي و هذا الدعاء، هذا بعدين نعم العمل. العمل بنجيب نقرا من فروم اي تو زد، شو في هيك متوفر، خاصه هلا هالايام كل شيء متوفر على النت، كل شيء متوفر على اليوتيوب الى اخره. ف فبتجمع كل بقرا. المصادر اللي ممكن توصل لها او نعم توصل لايدك عن الموضوع الفلاني. نعم وبقرا عنه وبتعلم وبسال. هلا كثير بالاحيان لما يعني مثلا بعطيك مثال عن موضوع التصوير الطبوغرافي اللي انا مميز فيه. هلا يعني ما شاء هلا الله، كل الناس بالعالم بتقول طبوغرافيا، بيقولوا لك مازن زنجان. صحيح. فهذا المشروع اللي هو الطبوغرافيا، يعني كان اول ما ظهر الاجهزه الحديثه للتصوير الطبوغرافي كان بال 2004 2005، يعني بهالحيطان هي. فوقتها انا يعني فتحت مركز الحمد لله رب العالمين، وجبت هذا الجهاز، وكان يعطينا الوان وارقام ومو مفهوم شيء، فما في مرجع يحكي لك عنه. فصرت انا كل ما احمل حالي وروح على مؤتمر اخذ معي صور تبع مرضى، وروح شوف مين الخبراء بهالموضوع هذا واقعد اسالهم. طبعا لك نسبه الاجابه لا تتجاوز 10%، اما بسبب انه هن مو عارفين، او اللي عارف ما بده يعطي، ما بده يعلم. لأن هذا علم جديد على كل الأحوال. أنت عم تحكي بالجزء نعم الثاني من 2010 أو من 2000 و2000 ل 2010 عم تحكي أنت، أو تقريبا، وهذا العلم كان جديد جدا. هي الليزر كلها بدأت بال 95 أو يعني بهالشيء، ولا أنا غلطان؟ يعني كله موضوع جديد جدا. كلام صحيح، كلام صحيح. والأجهزة الحديثة بالتصوير الطبوغرافي هي ظهرت هيك بال 2005 2004، تماما اللي قبلها تماما كان أجهزة قديمة. تماما فالمهم بس لا، كمان أنا بقول إنه في ناس كان عندها شوية معلومات ومو راضية تعطيها. حلو هلا هي مو الكلام؟ راضية، ولا ما انه قادر يعطيها، ما انه قادر يعلم، يعني ربما هو بيقدر لا لا يستفيد لا منها لحاله، نو ما بده يعلم. نعم ما بده قول يعلم. قول. نعم ما بده يعلمه. فالمهم صرت أقول يصطفلوا، يعني الله بيعلمنا من عنده مو مشكلة. سبحان لحد الله. ما بعدين انا امسك هالشغله واقعد، امضيت ساعات طوال بعد ما اخلص العياده، اقعد افتح هيك الجهاز واقعد اتفرج واحاول افهم شو اللي عم يصير وشو اللي ما عم يصير، هيك حتى فهمت الموضوع بشكل كامل، وطلعت بالنهايه بكتاب اسمه الوافي في التصوير الطبوغرافي عام 2008. ما شاء الله، هذا أول كتاب لك كان دكتور؟ هذا اول كتاب لي في التصوير، في يعني على الاطلاق هذا اول كتاب انا بالفه. فأنت عمليا كنت مهتم بموضوع الطبوغرافيا، يعني هو نعم ربما المتابعين إذا كانوا الأطباء طلاب الطب أو حتى المتابعين، هو اللي تصوير القرنية قبل نعم عملية الليزك، إنه نشوف شو هي الطبوغرافيا بالضبط القرنية، إنه هي تصلح للتصليح الإصلاح بالسير بالجراحة أو لا. يعني عمليا نعم كأنك عم ترسمها يعني بعد ثلاثي او هيك شيء، ربما اذا وصلت الفكره نعم ربما تشرحه اوضح مني. نعم فانت جمعت المعلومات اللي انت عم تحاول تتعلمها بذاتك، انت كنت عم تتعلم بهذا الموضوع لحتى قدرت نعم استوعبت الموضوع وكتبت نعم عنه كتاب. نعم هذا وهذا هذا الكتاب هو اهم شيء اللي بده يوصله للناس، انه انت ما وصلت لمرحله الكتاب لبعد ما استغرقت وقتك بانك تجمع طبعا. المعلومات وتسال وتستطلع نعم لحتى وصلت لتعمل كتاب. 3 سنين اخذ مني 3 سنين لحتى قدرت اطلع الكتاب. مو بدات بالكتاب بال 2005 اول ما عرفت لي كلمتين وقعدت اكتب كتاب، لا. اول شيء هذا طبعا اجابه على سؤالك، انه هل الواحد كيف فجاه الوجود؟ بنط ولا هو بعد؟ ايوه بالضبط. لا، هو في تعب وجهد وسهر ليالي ومحاوله معرفه وتعمق وسؤال، وبدون خجل من اي حدا، اي معلومه حدا بيعرفها بنروح نساله، الى ان يعني الحمد لله اكتملت الصوره بشكل كامل، وبعد ذلك حطيته في كتاب. وهذا هلا في الكتاب ناس كان حقيقة لما نعم حكيت لهم هي الحكمة العطائية ما فهموا شو معناتها، انه شو هال 3 سنين شو عم تعمل فيهم، فاكرين انه انت قاعد تحت التراب هالحبة القمح
وساكته، لا هي عم تتفاعل مع التربه، عم تتفاعل مع اللي حولها. انت كنت عم تدرس وتحضر، الناس ما عم تعرف هذا الشيء، ما حدا شاف الكتاب ولا حدا شاف انه تحتعمل كتاب بعدين. انا هذا عم حاول اوصل انه انت عملت خلال 3 سنوات كنت بتفاعل مستمر مع العلم والتدريب وعم تدرب وعم تتعلم، لحتى بالاخير وصلت ما هي تطلع فوق التراب، بمعنى اخر تظهر وتنشر الشيء اللي بكتاب ما شاء الله، وهذا كان اول كتاب لها. صحيح هذا الكلام. هذا الكتاب نشرته باللغة العربية. هذا الكتاب نشرته بصفحة عربي على اليمين وصفحة مقابلة إنجليزي على اليسار، ما شاء الله. لأنه كان التأليف باللغة العربية بهذاك الوقت معناته أنت حصرت الكتاب فقط في سوريا، لأنه نحن ندرس كل شيء في باللغة العربية. فأنا بدأت كفكرة أنه والله ليش ما بلش أطلع برات سوريا، تمام، وخلي الفائدة تعم، لأنه هو بالنهاية أنا بهمني مثل ما تفضلت المرضى أنه ينتشر العلم ويصل إليهم الأثر، فمعناتها بدي أنا الكتاب يوصل أيضا للأطباء غير السوريين، أطباء غير السوريين من العرب ومن غير العرب بيدرسوا بالإنجليزي. فلذلك أنا خطرت هيك هالفكرة أنه والله صفحة يمين عربي صفحة يسار إنجليزي، مشان يلي بيقرأ بالعربي يستمتع واللي بيقرأ بالإنجليزي يفهم شو الموجود. هذا الكتاب انتشر كالنار في الهشيم، لانه كان الاول من يعني نوعه، صح ولا انا غلطان؟ نعم الاول من نعم نوعه ما وليس شاء في الله، مميز، انتاج مميز طبعا. نعم وليس في سوريا بس، بيعت منه نسخ. طبعا خلينا نقول دار الطباعة هي كانت دار القدس في سوريا في دمشق، اخي بيعت الدكتور منه. طلوزي ما شاء الله احد ايوه الاصدقاء نعم المميزين، هو مشرف دار القدس نعم هو اخوه. نعم فهذا الكتاب بيع منه يمكن شيء 1000 نسخة، ما شاء الله. نعم طب للأردن طبعا طبعا، للخليج بس مشان الساده المشاهدين يسمعوا او المتابعين وطلاب الطب بالذات، وحتى اللي انت عم تحكي عن 1000 نسخه، انت ما عم تحكي عن روايه توزع للناس، ولا عم تحكي عن نعم كتاب بغازات الدم يوزع على طلاب الطب. يعني مثلا نعم روايه بتحكي عن ملايين، انت عم تحكي عن ناس. كتاب غازات الدم مثلا، اذا بتحكي الاي بي جيز مثلا او قصور كلوي حاد، بيتوجه لطلاب الطب مثلا، هذا في بالالاف ممكن ياخذوه. انت عم تحكي عن كتاب الطوبوغرافي اللي هو تخصص بعد تخصص، يعني انت لما تحكي 1000 نعم نسخة فهذا نعم رقم انا فيني اقول لك انه رقم كبير جدا جدا، كبير جدا نعم جدا حقيقة. صحيح الكلام. فهذا ما شاء الله، هذا الكتاب الاول لك كان واصدرته باللغة العربية والانجليزية. نحن هذا الكلام ل 2008، نحن نعم اليوم ل 2024، اليوم 1/1/2024، كم عدد صحيح الكتب اللي صادرة لك لحد اليوم يا دكتور؟ ممتاز جدا. لحتى اجاوبك على هذا السؤال راح اقول لك بقى شلون تسلسلت القصه، لانه هو كمان كل شيء بالتدريج وكل شيء بتوفيق من الله سبحانه تفضل. وتعالى. هلا اولا اللغه العربيه كانت هي الاساس عندنا، فكان في عندنا شيء اسمه حاجز لغه اللي هو اللغه الانجليزيه. انا حابب انه نسلط الضوء على هالنقطه هاي مشان المستمعين من الاطباء يلي هن خاصه السوريين يلي عندهم هيك عقدة انه والله نحن درسنا عربي وبالتالي هذا غلط وكان لازم يدرسونا انجليزي ومن الحكي هذا. انا رح سبحان لكم الله انا يا من دكتور، الناس عمرك اللي اطول من عمري، كنت بدي احكي عن النقطة بعدها مباشرة، فأنت هلأ بدأت فيها، كمل لو سمحت. نعم، سبحان لانه الله. هي لها علاقة بالكتب رح اقول لك صحيح اياها ليش لها علاقة. صحيح. هلا اول شيء خلينا نقول موضوع اللغة العربية بحد ذاتها. اول شيء انا بعشق اللغة العربية، اعشق وعندي اذن عربية، يعني إذا كان شي مرة حدا كان عم يحكي لغة عربية فصحى وحكى ضمي بدل فتحة دغري بنط هيك بنقز. ما شاء الله. خلينا نقول إنه جينا على موضوع اللغة الإنجليزية. أول مرة بنطلع مؤتمرات نحن كان بال2004، أنا أول مرة بطلع برات سوريا هيك مشان أحضر مؤتمر كان بال2004، فكنا نفهم إنجليزي نفهم شو عم يحكوا بس ما نقدر نحكي. صعب إذا خطر تناقش، ببالنا سؤال، صعب تناقش، إيه صحيح. إذا خطر ببالنا سؤال بضلنا ساكتين قبل إلا بلا ما أكسنت يضحكوا وصوت، علينا، بلا ما يضحكوا علينا. صحيح. فكان هذا الشيء ولد عندي هيك مثل نوع من عجز، الانزعاج، تمام. انزعاج إنه أنا ليش يعني أنا أحسن منهم كلهم، عندي معلومات أحسن من اللي عم يحكوها، ومع ذلك أنا ماني قدران أعبر لأنه نحن بس بنحكي عربي. طيب شو الحل؟ الحل إنه أنا أشتغل على حالي. ما شاء الحال الله. انه انا اشتغل على حالي، اوكي الجامعات عندنا هن مهتمين باللغه العربيه الفصحى فقط والانجليزي شويه مصطلحات، ما في مانع نحن بنكمل شو المشكله يعني. فبلشت اشتغل على حالي. تخيل من خلال الكتاب تبع 2008 الوافي في التصوير الطبوغرافي تحسنت لغتي الانجليزيه حوالي
ثلاث اضعاف او اربع اضعاف. صحيح صحيح شلون شلون؟ رحت تعاقدت مع استاذ لغه انجليزيه معه دكتوراه باللغه الانجليزيه. قلت له شوف استاذ، انا هلا بدي الف كتاب، انا حابعد بكتب النص العربي وحاكتب النص الانجليزي المقابل له، وكل اسبوع بقعد انا وياك، واعطيته اجر تمام هذا الكلام ماجور. بسوريا. نعم وانت قاعد انت قلت كنت له وقتها مدرس في الجامعة وعم تشتغل على كتاب، وانت نعم استعنت بهذا الاستاذ، ما شاء الله. نعم قلت له بدي اقعد انا وياك كل اسبوع مره، ونقعد انت تراجع لي الكتاب الانجليزي اللي انا كاتبه وتصلح لي وتقول لي ليش اللي انا كاتبه غلط والثاني صح. فكتير تحسنت الاكسبريشنز تبعي وتكوين الجمل وهالقصص هي. هلا الناس تستغرب اللي عم تسمع بتقول معقوله واحد عمره 38 سنه ولسه عم يفكر بموضوع تكوين الجمل باللغه الانجليزيه والاكسبريشنز والكونفرزيشنز؟ ايه مظبوط، لانه صح، نحن هيك بسوريا، نحن لانك عاملين هيك ما لك عم بسوريا تمارسها بحياتك اليوميه، كنت للغه. صحيح. بالضبط. هاي خلصنا منها. اجيت طبعا طبعا، على نقطه مهمه جدا حابب يعني انا اضيء عليها، انه موضوع الاستثمار، انت لحتى تطور نفسك لازم تستثمر. يعني انت عم نعم جبت استاذ ودفعت له فلوس نعم وكذا، نعم هي نقطه مهمه. انا ما بيجي العلم فجاه بيهبط علي يا جماعه، اذا ما استثمرت في نفسك، دفعت مصاري نعم صراحه، العلم ما بيجي ببلاش، ما بيجي نعم ببلاش حياتك. بدك تستثمر وقتك نعم وفلوسك حقيقة لحتى تحصل، وإن شاء الله بالأيام بيرجع لك أضعاف مضاعفة. هاي مهمة جدا جدا، حابب ننبه عليها. نعم الله يجزيك الخير. جيت بعدين بقى بدي اكسر حاجز الخوف. فكان في احدى المؤتمرات ورحت قدمت عليها طبعا بس سؤال دكتور، مشان معظم مؤتمراتك بأوروبا. ايه بأوروبا. نعم طبعا أنا عندي تعليق بأوروبا على هذا الموضوع، كمل لو سمحت نعم سيدي. نعم فجيت بال2008 كمان نفسها بال2008 كان في مؤتمر، فرحت قدمت على هذا المؤتمر انه انا بدي اقدم مو محاضرة واحدة، تنتين ما شاء الله، تنتين بدي اقدم. يعني تحديت نفسك. فتحديت نفسي، وكانوا كمان بالريفراكتيف سيرجري، لانه انا بلشت بالريفراكتيف سيرجري والطبوغرافيا انا صرت مؤلف فيها وصار في عندي معلومات والى اخره، فصرت بدي اعرض محاضرات وبس. لغه انجليزيه ما في مثل عندك العالم بطء الخليج، بالحديث لأنه ما متعود تحكي مثلا. ما تمام متعودين الالقاء كمحاضرات باللغه الانجليزيه ما كان موجود. تمام فقلت لحالي بس بالنهاية لازم أنا أكسر الحاجز، حتى لو تبهدلت، حتى لو الناس ضحكت علي بدي أعمل هيك. فرحت جميل قدمت جميل على جدا محاضرتين جميل جدا. وانقبلوا هدول المحاضرتين لقيمتهم العلمية العالية جدا. جيت بقى من وقت اللي انقبلوا لوقت لقبل المحاضرتين ب5 دقائق عم وعملت شي تسمع. 1000 بروفة، 1000 بروفة قدام رفقاتي وقدام الدكاترة اللي كانوا معي وزملائنا وإلى آخره. بس وقفت على شو اسمه كله تبخر، أوه، صرت بقى ايه هي كله تبخر. ستيج، هي بسموها الستيج فوبيا، يعني هي رهاب نعم نعم الحضور حقيقة، خاصة عم تحكي مؤتمر بس دولي انت او اقليمي نعم او كذا. تماما بالضبط. بس تعرف اللي بيستلذ بالألم، انا واحد منهم. انا لما وقفت هيك وتبخرت كل المعلومات كنت مستلذ انه هلا انا حبحكي على طبيعتي وعلى سجيتي، وفهموا ما فهموا. المهم انه انا حققت الهدف تبعي انه انا جميل. ما عاد عندي خوف. ايش صار دكتور؟ وفعلا شوقني اعرف ايه شو صار. بالضبط قدمت المحاضرات، بعدين بلشوا يسالوني في اسئله فهمت عليهم في اسئله ما فهمتها، وخلص الوقت سؤال، وين كان وصرت المؤتمر؟ عند باي الستيج. مدينه لو سمحت دكتور؟ بودابست. ببودابست اللي هي هنغاريا. نعم هنغاريا، واللغه الرسميه للمؤتمر هي اللغه الانجليزيه، بس الحضور نعم من اوروبا. ايوه نعم هلا انا واثق انه انت الاكسنت تبعك ما كانت جيده، او ربما مثل ما عم توصفها، بس انا واثق انه كثير نص انه نصف الحضور يا دكتور، انا واثق لانه بعرف شو هي معنات اوروبا. ما بيحكوا انجليزي يا اخي اوروبا، اوروبا بيحكوا الماني. نعم فالالماني راح يحكي لغه مكسره، الفرنسي حيحكي لغه نص نص، الاوروبي الشرقي نعم حيحكي بالال وكذا. فصراحه عندنا اكسنت نحن العرب، خاصه احنا وبالذات سورينا ما بنحكي لغه انجليزيه، بس انا واثق ربما عزاك شوي انه اللي اصلا عم يحكوا معك لغه انجليزيه يا دوب، ولا انا غلطان؟ صحيح صحيح هالكلام صح. ولا تمام. كان في، لا بس لا تنسى كمان كان في هنود، والهنود لغتهم الانجليزيه مثل الرصاص، اي فكان في هدول وكان لانه بيحكوا انجليزي ببلدهم، بس مثلا الصيني نعم والياباني والله يا دوب بيحكوا كلمتين انجليزي على بعضهم يا زلمه. ولا مظبوط مظبوط. تماما. هذا الكلام اكتشفناه بعدين، بس انت هلا انت عم تحكي عن شخص لسه هلا طالع ومفكر انه كل الناس احسن منه.
عرفت شلون؟ فانا الفكره انه الشيء اللي استفيده من تجربتك، وانا مرات فيه ربما بنفس بيوم من الايام، يا اخي طالب الطب او الطبيب السوري لا يخاف من الاكسنت تبعه، لانه يا جماعه انت يعني نفس اللي عم توصفه على حالك تماما، انه انت كنت مستعد تسمع شو من كان، اخي بدي اجرب، لانه هدول نعم البقيه يا اخي والله ما بيحكوا انجليزي مزبوط مثلهم مثلنا. هلا مو ضروري نعم انت يكون الاكسنت تبعك من مثل لندن ولا مثل امريكا ولا مثل اذا البلدان الثانيه، ما حتوصل لها بحياتك. هي اللي عمره 18 سنه بده نعم يتعلم لغه، هلا حياته ما حيوصل للاكسنت البريطانيه او الاكسنت الامريكيه، ما حتوصل بحياته، حيتم عنده يعني. انا التقيت مع طبيب هون بامريكا تركي عمره 75 سنه، صار له بامريكا 50 سنه، والله لما بيحكي رغم انه لغته رائعه يعني ما في عليها، بس بيلحن اللحن هذا، نعم انه انا بتطلع معه كلمه مبينه هي مو لغه انجليزيه، هي مبينه انه هذا الزلمه نعم لغته يعني من برا هاي. فمهما وليست عملت الأم راح يعني. يتم عندك اكسنت، مهما عملت ما بتروح، بس على الاقل يفهمون الناس عليك، فانت بهذاك الوقت صار في تواصل بينك وبين اخي، صار يفهموا عليك، ولا انا غلطان؟ نوعا ما نوعا ما، مو يعني بشكل كامل. هي الموضوع مو بس اكسنت، هو الموضوع هو الاكسبريشنز نفسه. بس انا كنت سعيد لانه خلاص انا كسرت كسرت الحاجز، الحاجز تماما. وبعد منا انطلقت، ما صار شاء الله لغتي يعني كانه كان في شيء هيك يعني قفل عامل قفل وبعدين انفتح وبعدين تماما انفتح. تماما فبعد منا بقى صرت انا الكتب، نرجع بقى على سيره الكتب، صرت الف بقى باللغه الانجليزيه فقط. ما شاء الله. تمام، فانت فبدات اهتمامك كل اصلا سنه. بدات بالطبوغرافيا القرنيه اللي هو اهم موضوع انت ربما نعم مميز فيه، وحنحكي عليه هلا شوي نعم ثانيه. فانت بدات كملت بمواضيع كلها بتختص ب او بتتعلق بالريفراكتوري ديزيز اللي هي امراض القرنيه او امراض العدسه، صحيح؟ نعم 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 فانت كملت بالكتب هذه مثلا، انت ما شاء الله هلا لحد هلا من شوي كنا عم نحكي، انت وصل ل 14 كتاب ما شاء الله مشارك فيهم، وكلهم باللغه الانجليزيه هلا كنت صاروا، او تقريبا معظمهم كلهم باللغه الانجليزيه. لا لا كلهم باللغة الإنجليزية، وكنت طالع كل سنة كتاب. يعني أنا كنت ألف كتاب بمعدل، أو كل سنة يعني بمعدل كتاب. وخلينا نقول إنه كثير من الكتب هاي اترجمت للغات أخرى نظرا لأهميتها، ما شاء الله. شي صين، اللغة الصينية، اللغة اليونانية، اللغة الإسبانية، اللغة التركية. بالضبط هدول يعني الأربع لغات طيب الرئيسية. انا مشان اوصل الفكره للمشاهدين، انت ما قعدت بسوريا والفت كتاب واجوا الصينيين بدهم يترجموا كتاب، الموضوع لا مو بهالشكل حيكون ابدا، ما حد حيدور خاصه نحن بلدان الناميه صراحه او العالم الثالث، ما حد حيبحث عن طبيب مهما كان مميز انه يجي يترجم له كتابه انه تعال علمنا. فانت اتبعت طريق معين. هلا انت بدات بال 2008 طرحت موضوع من اصعب المواضيع، كان جديد كثير على الساحه، هو الطبوغرافيا القرنيه، ونشرت فيه كتاب عربي وانجليزي، وانتشر كتابك عم تحكي 1000 نسخه بهذاك الوقت على مستوى المنطقه، ما بعرف اذا عالميا انتشر او لا، بس هذا رقم كبير. انت طلعت من سوريا ب 2012 ولا انا غلطان؟ 2012 امتى كتابك الثاني نشرته دكتور او الفته؟ هو 2008، بعد منا 2009 2010 2011 وبعدين 2012. يعني انا ما توقفت، انا حتى خلال احلك الظروف اللي مرينا فيها ومع ذلك كنت عم ألف كتب وانشر، ما شاء الله. ودور نشر تخيل عالمية. يعني كيف انت وصلت لما للعالميه بهي المرحله؟ لان هذا سؤالي، ربما انت لسه ما صرت بالخليج بس انت عم تحكي صرت مع دور نشر عالميه، ربما هو نعم تخصص الموضوع اللي عم تحكي فيه او ما شاء الله اسلوبك نعم المميز، كيف نعم وصلت لهذا الكلام؟ هلا هو خلينا نقول الكتب تبعي بتتميز بانه هي مثل ما بيقولوا دايركت تو ذا بوينت، يعني مختصر مفيد، بيعطيك الزبده وبشكل منهجي وبشكل انك تطبقه عملي بشكل مباشر انت وبالعياده. يعني مثل كانه، مع انه هو كتاب كبير وضخم والى اخره، بالمناسبه هي كتبي وراي ما شاء كلياتها هاي. الله ما شاء الله. فبالرغم من انه هي كتب كبيره لكن لا يمل القارئ منها، هذا بس فضل انا الله سبحانه سؤالي وتعالى. دكتور، انت بدأت الكتاب الاول اللي هو طبوغرافيا العينيه وهذا كان بالقرنيه وهذا مهم نعم جدا، وبالتالي وصار فيه ربما اكيد لعبت على الدعايه، مهم جدا لانه الواحد لازم يسوق لنفسه بهذا الموضوع، ما اعرف اذا فينك تفيدني بهذا ابدا، الموضوع. هو طبعا طبعا لابد من التسويق، لكن يعني بشكل غير مبتذل، طبعا يعني الواحد ما التسويق يجي البروفيشنال تمام. البروفيشنال. فانا لما طبعت بدور نشر عالميه، هي دارين، خلينا نقول جي بي براذرز اللي هي بالهند، هي كانت اول دار، وبعد منها انتقلت لدار نشر المانيه سبرينجر اللي هي من اهم الدور في العالم كلها. نعم بدك تسالني يعني شيء. ما شاء الله، انا عم تزهلني بهالمعلومه، انا ما سمعت منك، هلا عم اسمع منك. انت كنت لساتك بسوريا هالكلام 2008 وصدرت اول كتاب ونجح ما شاء الله، نعم اثبتت نعم للناس اللي حواليك انه هذا الشخص اسلوبه مميز، فانت نعم كنت عم تمشي يعني انت واثق من نفسك صراحه، خلي اقولها بهالشكل، نعم
انت تعاقدت مع دول نشر عالميه، وعم تحكي انت نعم بهديك الايام يعني مكلف هذا الكلام، انت عم تنشر على حسابك غالبا او انه عم تقنعهم يشتروا كتابك، يعني يعني الموضوع مو هو بهالسهوله، فيه تحدي ايه حقيقه للدار نعم نفسها او لإلك. نعم ومشيت بهالخطوه ما شاء، يعني انا يعني انا برفع لك القبعه، لسه ما كملنا هلا ما شاء تسلم الله. لي تسلم لي. هو شوف، التعاقد مع دور النشر بيكون بأحد شكلين، يا إما أنت بتطبع على حسابك وهن أو بيبيعوا نعم لك يا بياخذوا نسبة، أو بيقولوا لك لا أنت بتعطينا حقوق النشر كاملة ونحن بنعطيك نسبة من المبيعات. عرفت شلون؟ طبعا هاي النسبة من المبيعات هلا بتتفاجأ أنت، أنا بيجيني كل سنة، كل سنة كاملها يعني ما لا يزيد عن $800، $800 عن كل الكتب كلها بقلب بعضها، $100 بالسنة. عن فهذا 14 الشيء كتاب نشرتهم. عن 14 كتاب، وبالتالي هذا ما له أي قيمة نهائي، لأنه ما فيك تحاسبهم، ما فيك تراجعهم، ما فيك تقول لك والله كم نسخة بعتوه وكم. فهو بالنهاية أنت لما عم تنشر كتب هو ليس الهدف مادي ولا فيه وراءه ربح، فاللي بده يقعد يفكر بهيك شيء يروح ينشر له شيء قصة أو رواية فيها صحيح. عشق وغرام بيربح فيها لسه أكثر من الكتب فانت هاي. الجهد اللي بتبذله مثلا، عم تحكي كتاب الاول قعدت 3 سنين تبذله، فانا ما نعم حاحكي عن دخلك الحالي كطبيب بالسعودي او بالخليج، انا عم بحكي عن دخلك هذيك الايام بسوريا، وانا واثق بدون ما اعرف تفاصيل انه 3 سنين انت مش $800، اضعاف مضاعفه طلعت، وبالتالي انت لا يمكن ابدا لطبيب انه يقارن انه والله يطلع فلوس من نشر الكتب، ابدا أبدا بيطلع بس ما هي مصدر دخل له، لانه هو عنده يقعد يساعد عيادته على المؤاخذه، يشوف مريضين او ثلاثه، ممكن أحسن يطلع من شغل خمس سنة. كتب، خمس شغل صح، تماما. كلام صحيح. فخلينا نقول الكتب هاي يلي او دارين النشر هدول انا تعاقدت معهم بهالاسلوب، انه انا والله على حسابي ما فيني اطبع شيء، ما فيني اخذ الريسك، لانه انتوا خلاص وهن بقى بيعملوا الماركتينج، هن بيسوقوا حالهم، وهن هن بسبب بي انه ندرة الموضوع واهميته نعم اقتنعوا وشافوا الكتاب الاول فاقتنعوا منك بالضبط واخذوا بالضبط الحقوق نعم وخاطروا هالمخاطره، في انه هي ريسكي حقيقه بالضبط مع شخص ما بالضبط معروف، وبداوا نعم الموضوع ما شاء الله، يعني الله توفيق من الله، نعم هذا سبحان الله. الحمد لله. هلا بنقدر نقول انه انا اخر نسخه طلعتها كانت يمكن بال2022. هلا بعد منا بقى بردت الهمه بتاليف الكتب، بردت كثير، وفي كلها كانت عن يوجد سبب. القرنية دكتور، كلها كتبك عن القرنية، كلها كلها نعم بموضوع القرنية، يعني أنت ما شاء الله بموضوع القرنيه. يعني نعم حطيت قدم بهذا الموضوع وبدأت نعم فيه، و14 كتاب عن أمراض القرنية، هذا يعني ما هي العالمية نعم فيدو، لأن أنا حنيجي يسمعون نعم المتابعين بعد فترة بعد دقائق نعم إنه وين وصلت نعم ما شاء الله بهالمجال. عم تقلي بردت الحمد لله. الهمة، كمل لو سمحت دكتور، كان قاطعتك تمام. أنا. طبعا هي بمواضيع القرنية بتتعلق يعني بثلاث أشياء رئيسية، اللي هي التصوير الإيميجينج، وموضوع القرنية المخروطية لأنه هذا من الأمراض المهمة جدا عالميا، والشيء الثالث هو موضوع الجراحة الانكسارية refractive surgery. فهيك كان المحاور تبع كتبي كلياتها بلا استثناء. ما شاء الله. بنيجي على ليش بردت الهمة؟ بردت الهمة لأنه سبحان الله لكل عصر في له أدواته لإيصال المعلومة للآخرين. هلأ في العصر هداك الوقت لحدية الكورونا خلينا نقول، كان الشيء المقروء هو الأساس. فبالتالي الكتب طبعا ثلاث أرباع أو كل كتبي مهكرة وموجودة، ملفات PDF، وأنا مسامح الناس كلها ما عندي مشكلة. ما شاء الله. فبس بالنهاية هي مقروءة، يعني هي شيء كتاب اسمه كتاب بالنهاية. لكن ابتداء من عصر الكورونا صار عندك بقى العلم عبر الزوم ميتينجز وعبر الويبينارز، حضرت وصار الناس بدها المعلومة السريعة المسموعة. يعني هو قاعد بالسيارة، هو عم يتسلى، هو بجوز عم ياكل، بده يسمع له محاضرة 5 دقائق تعطيه لب الموضوع لموضوع معين. جميل. هون أنا بالأصل كنت مؤسس، لأنه بال2014 أنا أسست اليوتيوب تشانل تبعي. تماما، هذا السؤال أنت المحور لاحظ، الثاني ما شاء الله عليك. تمام أيوة، أنا ليش عم بربط الأمور ببعضها؟ لأنه كله مرتبط ببعضه. أنا من ال2008 لما بلشت الكتب، بعدين لل2010 11 12، فصرت مشهور عالميا من خلال حتى المحاضرات. هي شغلة نسيتها، أنا صرت شارك بمؤتمرات عالمية إنه أنا أعطي غير المحاضرات أعمل كورسات، كورس يجتمعوا فيه 50 60 واحد من كل، طبعا أوروبا غير أوروبا. الكورس وين موجود مثلا؟ بأوروبا، أوكي يجوني أوروبيين. حتى في جامعات صارت تدعيني إنه أنا أجي أعمل كورس عندها.
مثلا مره من المرات. بس هي كيف الامور بدات؟ انت بدات ب خليني يعني ارجع صراحه، انا وانا واثق يعني ربما اسالك انه هي بدات مع الكتاب الاول، انت خاطرت مخاطره والفت كتاب بموضوع حساس جدا وبحاجه الناس له جميعا، هو كتاب الطبوغرافي اللي هو 2008 نعم واثبت نعم نجاحك فيه، وبعدين الحمد لله. عملت ريسك اضافيه مع دار النشر الهنديه، او هن عملوا ريسك اصلا، ودار النشر الالمانيه، واثبتت حالك بكتابين ثانيات، نعم وهذا الشيء تقريبا 3 كتب حتى بتقدر وانت تقول. كنت ماشي مع المؤتمرات الدوليه، عم تشارك بمحاضرات، ولغتك نعم الانجليزيه تحسنت كثير، نعم والماده العلميه اصلا عندك اياها موجوده، يعني هي مش اللي أحسنت. تحسن هو طريقه التعبير، مش هي الماده العلميه. نعم فالناس أحسنت. بلشت ما ينفع الناس يمكثوا في الارض، الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس نعم يمكثوا في الارض، فبلشوا الناس نعم يتعرفوا مين هو مازن سنجاب بالضبط، وصار لك اسم عالمي بالضبط بالمؤتمرات ما شاء الله. بالضبط فلما انت عم تعمل لهم اوفر اني انا بدي اقدم لكم كورس، صار هذا معروف مين هذا، وخاصه عم يحكي موضوع بالضبط غيره ما بيقرب عليه، فهذا الشيء ما تقريبا شاء الله هيك حط لك أو موطئ بشكل قدم مهم مميز. تماما، نعم حط لك موطئ قدم مهم على السلم العالمي خليني اقول. فانت أحسنت. 2014 بدات قناه يوتيوب، كنت عندك ذخيره معينه، فانت حابب تحولها أيوه لشيء مسموع او لشيء مش مسموع محاضرات. بناء طيب على طلب الكثيرين، لانه هن صاروا يقولوا لي دكتور مازن انت هاي المحاضرات ليش ما تحطها على اليوتيوب؟ قمت رحت والله انشات هاي القناه على اليوتيوب، سنجاب اكاديمي سميتها، وبلشت بقى سجل محاضرات واحطها على اليوتيوب، ومن الاوائل هاي المحاضرات الطبوغرافيا يلي طيب هي انا راح اعطي احصائيات انت بقى. للمشاهدين لحتى بس ايوه يعرفوا شو معنات اكاديميه سنجاب او قناه دكتور مازن سنجاب. هلا انا عندي قناه خاصه فيني، قناه الميكانيكال فنتريشن او التهويه الاليه. هلا جمهوري مين جمهوري انا؟ جمهوري هن طلاب الدراسات. هلا ربما انا كنت مركز على السوريين لاسباب مختلفه، بس عموما جمهوري كبير كثير، لانه هو اي طالب دراسات سواء تخصص الداخليه، تخصص الامرجنسي ميديسن، التخدير، اي شخص بيشتغل بالعنايه المركزه لازم يطلع على قناتي او على محاضراتي. فجمهوري كبير، يعني قصدي انه الشريحه اللي عم نخاطبها شريحه كبيره حقيقه، وان كان هي اساسا سوريين، وربما في عرب يعني او زملاء الاخوه العرب الاقطار المجاوره. عدد المشاركين بقناتي او المسجلين بقناتي من عام 2014، انا انشات قناتي بنفس وقت انشاء قناتك بالمناسبه، وحتى كتابي لما نشرته نفس سنه كتابك بالمناسبه، بس فرق سبحان الله بالمسيره. فعدد المشاركين بقناتي في 11000 مشارك بين حتى تاريخ اليوم. انت ما شاء الله قناتك هلا اطلعت عليها في 16000 مشارك بقناتك قياسا بقناتي. قناتي انا قناه اعم بكثير من قناتك، لان هي لان هي الشريحه تبع اوسع، انت عم تخاطب اطباء العيون. محاضرتك ما شاء الله اللي هي هلا موجوده على القناه، هي التوبوغرافي الكويك جايد لقراءه التوبوغرافي، عدد المرات المتابعه 293000 مره، يعني هذا رقم خيالي، هذا صراحة بتشوفه بالأغاني، مع احترامي يعني الفار مع الفارق، بتحطوا أغاني السريعة بتلاقي فيها عدد مشاهدات عالي. فمحاضرة علمية مو تخصصية، تحت تخصصية حقيقة، لأنه أنا سألت جوجل، هلا قبل ما أبدأ معك الحوار صراحة سألت جوجل كم عدد أطباء العيون حول العالم، فجوجل أجابني 250 ألف أو 230 ألف طبيب حول العالم بكل العالم، لأن أطباء العيون فئة محدودة، هي تخصص كبير، تخصص نادر. فما شاء الله انت عدد من المرات اللي شافوا هذا الفيديو 290 الف، يعني انا واثق معناتها ما شاء الله، وانا اقولها بثقه انه ما في طبيب علميه بالعالم الا شاف محاضرتك، صحيح ولا لا؟ صحيح، الله يجزيك الخير، ما شاء الله عليك على الاحصائيات. هيك كلام صحيح، هي خاصه محاضرات الطبوغرافيا، لانه يعني هو علم غير مفهوم، وكل الناس وين ما بشوفهم بالمؤتمرات وين ما كل الناس تجي لعندي بتقول لي بدنا نتصور معك، نتصور معك انت مازن سنجاب، نحن بنعرفك من خلال اليوتيوب تشانل، نحن فهمنا الطبوغرافيا من خلالك. ما شاء الحمد الله لله رب ما شاء العالمين. الله ما شاء الله. وتخيل انت من 2014 هذا الكلام المحاضرات بلشت احطها، فانت متخيل 10 سنين وهذا العلم عم ينتشر عم ينتشر عم ينتشر، والناس عم تفهم شو يعني طبوغرافيا، وفي له تطبيقاته الكثيره. طبعا انت هي الحمد لله. المحاضره اخذت منك وقت 40 دقيقه كان بدتها، اخذت ربما منك شغل ساعه، مش ساعه، ساعه تسجيل، بس هي اخذت منك اسبوع او اسابيع من التحضير، وهي اصلا في باك جراوند قديمه من سنوات عم تشتغل عليه، بالضبط. وانت سجلتها وتركتها. نعم هذا هو العلم الذي ينتفع به دكتور. انت بعد 10 أحسنت سنين يا ما رب. شاء الله، وانا واثق المحاضره لحد ما يصير تطوير لها تنزل محاضره جديده يتغير العلم، هيتموا يتابعوها الناس، ممكن يصير بعد 10 سنين 500 الف واحد يشافها.
فهذا هو نعم العلم الذي ينفع الناس حقيقة، انه انت عملته وبذلت جهدك فيه حقيقة. هي المعادلة اللي عم تحكيها انت هلا، انه الكتب كانت بمرحلة معينة هي نعم الاساس. هلا نحن بهذا الزمن ربما المحاضرات المسموعة والمكتوبة او نعم الفيديوهات نعم وقناة اليوتيوب حقيقة، انا يعني انا نصحت كثير ناس حقيقة، وفي ناس انتصحت مني، يا اخي انت العلم اللي عم تقدمه بمحاضرات تلقى هنا وهنا وبعدين تنتسى، سجله ووثقه على اليوتيوب نعم وحتاخذ الثمره بعدين. وما شاء الله عليك، يعني هلا انت يعني قناه، انا شفت محاضراتك مثلا، هي اكثر محاضره مشاهده، بس عدد الفيديوهات وسطيا المتابعات 10,000 5,000، هذا الرقم انا ما بوصل له. انت عم تحكي عن اطباء عيون، البركة. اطباء عيون 10,000، معناتها هذا هي قناه عالميه بامتياز، لانه يعني مستحيل تقدر تجمع هذا الشيء من سوريا. سوريا ما في 10,000 طبيب عيون، صح ولا انا غلطان؟ صحيح صحيح. هلا تركيزك على اللغه الانجليزيه كان مميز دكتور، انت محاضراتك كلها باللغه الانجليزيه، وسمعت لك عده محاضرات بشكل سريع، يعني ما شاء الله لغتك مفهومه وسريعه، يعني الناس اللي مهما كان حتى اللي قاعد بسوريا صراحه اللي هو ما بيسمع انجليزي، انا واثق ما عنده مشكله بسماع محاضراتك. انا كان أي. عندي وجهه نظر مختلفه حقيقه، وربما هي يعني ما بتعرف مين الصح انا ولا انت حقيقه، بالنهايه انت عم تقدر تفيد السوريين وعم تفيد غير السوريين، وهذا الشيء ما شاء الله يعني اثاره ملموسه. انا قناعتي انه إذا الطبيب ما له قادر يسمع بالإنجليزي، في غيري يسمعه بالإنجليزي، أنت ما شاء الله ما كان في غيرك. أنا في غيري عشرات بالمئات ممكن يسمع بالتهوية الآلية أو المواضيع اللي بحكي فيها، بس بالعربية ربما ما كان في غيري يحكي باللغة العربية. بمعادلتك أنت أصلاً ما في غيرك يحكي، أو يعني قليلين اللي بيحكوا بهذا الموضوع. فما نعم شاء الله كانت معادلة ناجحة جداً جداً. هلا أنت دكتور بعد ما انتقلت للخليج، أنا التقيت معك بال2017 التقيت معك، بس أنت قبلها اللي بعرفه انه انت عدلت شهادتك على بريطانيا، ففينك تحكي لي عن هذا الموضوع بال2014 صحيح؟ نعم هلا انا بالمناسبه، بس قبل ما اروح على هي مشان ما انساها هاي النقطه، انا برضو في عندي قناه يوتيوب عربيه اسمها اكاديميه سنجاب، وفيها فيديوهات عينيه باللغه العربيه الفصحى. ما شاء الله عليك، ما شاء اي الله نعم عليك. الحمد لله، لبعض المواضيع المهمه جدا اللي هي برضو غير مفهومه، مثل مثلا الكورنيال ويف فرونت والاشياء هاي. بمعنى اخر فمثلا انه لو في طبيب بسوريا ما حينحرم العلم منك، سواء باللغه الانجليزيه اذا لغته جيده او باللغه العربيه، نعم وهذا الشيء ما شاء الله عليك، يعني انت عم تحقق الخيرين يعني. نعم طيب بارك دكتور الله. احكي لنا عن تعديل الشهاده لبريطانيا، انت اي بريطانيا. بال2014 بدات التعديل، تفضل احكي لنا عن هذا الموضوع. هلا اول شيء طبعا في الكليه الملكيه البريطانيه اللي في لندن اللي اسمها رويال كوليدج اوف اوفثالمولوجيستس، تمام هاي فيها ميزه بانه هي بتمنح شهاده مثل شهاده فخريه للناس يلي في عندهم انجازات، الناس يلي في عندهم خلينا نقول ابداعات لهم باع طويل بالاديوكيشن بالتعليم الى اخره الى اخره. ما شاء الله. فنبهني عليها احد زملائنا اللي موجودين ببريطانيا، اتصل فيني تليفون قال لي ليش ما تقدم عليها، بتاخذ شهاده زماله وبدون امتحان. فيلوشيب. قلت له والله، قلت له انا فيلو في مش فيلوشيب، فيلو اسمه. يعني كلمة لأن في ممبر شيب بام ار سي بي مثلا بحكي باللغة بالميديسين، في ام ار اي سي بي اللي فيلوشيب. هي ممبر شيب، وفي الأعلى نعم منها الاف ار سي بي هي فيلوشيب اوف رويال كوليدج، فأنت عم تحكي عن فيلوشيب اللي هي درجة أعلى، فيلوشيب ما لا تعطى لمين من كان. بالضبط. فقدمت كله برأيي وفعلا اخذوا وقتهم لحتى يدرسوها والى اخره، بالنهايه طلعوا لي هاي الشهاده بال2015 انه انا صرت عندهم زماله فيلوشيب اسمها اف ار سي او. اف تمام ار سي او دكتور، هي الشهادة بتخولك تعمل ببريطانيا؟ نعم كيف بدك تعمل طبعا. ببريطانيا؟ أخذت الشهادة وشو عملت بعدها؟ شو لازم تعمل بعدها؟ هلا لو بدي انا اشتغل ببريطانيا بدي اسجل بالجي ام سي اللي هي نقابه الاطباء البريطانيه، فلازم اعمل فحص امتحان او تي اي اللي هو فحص امتحان لغه لغة، يعني. امتحان لغة، يعني عمليا فقط لو معك الاو تي اي اللي هو او تي او تمام، امتحان اللغة نعم وسجلت بالجي ام سي، انت فينك تفتح عيادة عينية او تشتغل باي مشفى عيني ببريطانيا. بالضبط كفائدة للزملاء اللي بيتابعونا، بريطانيا طريقة الدخول للسيستم الطبي ببريطانيا هي 3 طرق، يا اما تبدأ من الصفر من البلاب اللي هي طبيب خرج كلية الطب بسوريا مثلا وبيقدم امتحانات البلاب وبيعمل 6 7 سنين او 9 سنين تقريبا ببريطانيا تدريب لحتى ياخذ شهادة الاختصاص ويقدر يمارس الطب ببريطانيا. في طريق بيبدأ من منتصف اللي هو الطريق بالنسبة لاطباء الداخلية اسمه الام ار سي بي، انت بيكون لك مخلص طب داخلية من برا امريكا برا بريطانيا، فبتعمل الام ار سي بي امتحانات امتحانين هو بنعمل، وإذا أخذت الام ار سي بي فينك تنضم للتدريب من منتصفه، يعني مثلا بتدخل أحد زملائنا هلا عم يعمل تخصص غدد مثلا بعد 3 سنين داخلية بسوريا،
دخل مباشرة على تخصص الغدد البريطاني، بيعمل 4 سنين أو 5 سنين لحتى ياخذ التخصص النهائي. الطريق الأخير اللي هو ما بيعمل إلا المميزين حقيقة، اللي هو ما شاء الله أنت مشيت فيه، وأنا أحد زملائي مرق فيه طبيب الغدد، بوجه له تحية، إنه بيدرسوا ملفك كاملا مثل ما عملوا، ما لك بطل تعمل تدريب عندهم أبدا، وهذا الشيء اللي أنت ما عملته فعلا، وبيشوفوا إنه هذا الشخص يستحق ياخذ هي الشهادة ولا لا، وقليلين جدا اللي بيمشوا فيه صراحه، قليلين جدا اللي بيمشوا فيه، قليلين جدا اللي بينجحوا فيه. في ناس بيقدموا كثير بيلاقوا انه لا، انت بدك سنه تدريب، بدك سنتين تدريب، ما شاء الله انت من الناس اللي اخذت هذه الشهاده، ولو انت حابب تنتقل لبريطانيا انت ما عندك اي مانع قانوني تنتقل لبريطانيا. فانت هذه الشهاده شو خولتك دكتور تعمل؟ شو استفدت منها؟ حلو كثير. هلا هاي الشهاده انضافت للسي في تبعي، يعني هي شهاده رائعه جدا صراحه، جميل وانضافت ايضا لمجموعه الشهادات اللي عندي في العياده، واللي لها جميل تاثير جميل بالنسبه للمرضى وخاصه في منطقه الخليج. جميل لكن برضو كانت هي سلم للتقدم لشهاده لسه اعلى منها وهي وتخصصيه اكثر منها، واللي هي لابد من اجتياز امتحان فيها. هي ما فيها شيء اسمه فخري الى اخره، اللي هي اسمها شهاده سيرتيفيكيت اوف ليزر اند ريفراكتيف سيرجري، اللي هي شهاده تخصصيه جدا في موضوع الليزك والليزر، واللي هلا البريطانيين عم يقدموا عليها لحتى ياخذوا ترخيص بممارسه الليزك في بريطانيا. ما شاء الله فانا بال2018 رحت قدمت مثل ابلكيشن انه انا حابب اقدم على هذا الامتحان، وهو امتحان كتابي وشفوي طبعا، يعني انترفيو، وبنفس الوقت هو ام سي كيوز اونلاين. فمن ضمن الريكوايرمنتس انه لازم يكون في معك اما اف ار سي اس او اف ار سي او، فاجت على ايديها ورجليها أنت الاف ار معك سي يا او من أصل؟ موجوده. نعم وطبعا عملوا تحقق من شهاده كليه الطب الاصليه، راسلوا كليه الطب والى اخره، وتحققوا من كل شيء فيريفيكيشن. وبعد منها صرت انا اليجيبل انه اقدم على الامتحان تبع 2018، ورحت عليه بال2018 يعني تبع السيرتيفيكيت، وتقدمت بقى للشهادة السيرتيفيكيت. هي قسمين مثل ما حكينا، قسم نظري اونلاين ام سي كيوز، وبعد منه في انترفيو شخصي في بريطانيا. بدك تروح لهنيك 5 لجان امتحانية، كل لجنة فيها 20 دقيقة بدك تقعد والى اخره. والحمد لله قدمت الامتحان، وكنت انا الوحيد الاوفرسيز بهذاك الوقت ما شاء الله كلهم من بريطانيا، ونجحت فيها ولله الحمد. وهلا بقول لك بقى شو استفدت منها هاي تماما. السيرتيفيكيت. فهذا سؤالي، هلا صار معك ما شاء الله تخصص بالعين فيلوشيب، وهلا قدمت امتحان اللي هو الليزر او الليزر سيرجري، صراحه صعب عيد التخصص. شو استفدت منه هذول الاثنين؟ انت لساتك عم تشتغل بالخليج، وانا بعرف انت مالك ناوي تطلع بريطانيا، شو استفدت من هذا الموضوع؟ برافو عليك. هلا اول شيء هذا صقل صقل، بالرغم من انه انا مؤلف لكتب، تخيل انت، ما شاء في الله موضوع الريفراكتيف سيرجري اللي هو الجراحه الانكساريه والتصوير الطوموغرافي والقرنيه المخروطيه، الا انه لما بتقعد تحضر الامتحان وبتمشي ضمن كوريكولوم معين، فهذا الشيء بيخليك تصقل معلوماتك وتزيد معلوماتك. هي اول فائده. جميل الفائده الثانيه اللي هي سبحان الله فتحت لي آفاق كبيرة جدا ولله الحمد، هي موضوع إنه أنا صار بقى بدي درب باقي الأطباء مشان ينجحوا بهي الشهادة، ما شاء الله عرفت؟ جميل فلما رحت وشفت السيستم تبع ال5 لجان، كل لجنة بشو بتسأل، قام هون بقى أنشأت منصة سنجاب أكاديمي، يلي هي بقى التعليم عبر الويبينارز الإدوكيشنال. فانت قناتك على اليوتيوب كانت قناه تحوي على فيديوهات تعليميه، هذا الحكي من 2014، بال2018 لما وصلت لهالمرحله بدك تحولها بقى لاكاديميه. شو لسه مو فرق؟ بال2018، 2018 قدمت الشهادة يعني. حلو، تمام وبلشت بقى تراودني هالفكرة إنه أنا شلون ممكن خلي باقي الأطباء يتشجعوا ويقدموا على هاي الشهادة وينجحوا فيها. جميل ليش؟ مو الهدف مشان بالنهايه يفيدهم للرويال كوليدج وياخذوا فلوس من هالاطباء، لا، الهدف انه قديش الفائده اللي حيستفيد الطبيب لما بيحضر للامتحان وبيحسن من معلوماته مثل ما مرات انت، وبيصبر. مثل ما استفدت انت غيرك يستفيد. تمام بالضبط. بال2020 لما اجت الكورونا لقيت صار بقى يعني موضوع الويبينارز هو الاساس، هو الطاغي. فهون تمام دغري اسست منصه سنجاب اكاديمي طبعا انت بهذاك www. الوقت صار عندك سمعة عالمية جيدة، انت كنت نعم عم تعمل نعم كورسات اونلاين وكذا، وعندك قناتك، وقناتك ما شاء الله صارت لها اسم، وصار لك اسم بصمتك بالتوبوغرافي بمعنى اخر، صارت المرجع. فانت عندك نعم القدرة انك تعمل ريكروتمنت او تجيب ناس من زملائك من اللي بيشتغلوا معك انه هن ينضموا لك، هذا هو معناه سنجاب اكاديمي، ولا انا غلطان؟
حتى انت سبحان الله، الشيء اللي مضحك انه بال2018 لما رحت اقدم الامتحان تبع السيرتيفيكيت نفسها، الاطباء اللي ببريطانيا اول ما شافوني، مو الممتحنينها، الطلاب، الزملاء اللي هن مثلك يعني الزملاء، كم ايه، اول ما شافوني تفاجئوا، لك مو انت مازن سنجاب صاحب قناه مدري شو؟ قلت لهم ايه. قال شو جاي تساوي هون؟ قلت له والله جاي اقدم امتحان. قال معقول انت بدك امتحان؟ قلت له ايه، مثلكم، شو صاير بالدنيا؟ وتصورنا مع بعض على اساس انه يعني هن قالوا لي اصلا احنا قارئين من كتبك، أنا تلاميذك انت هنا لازم امتحان. لا قلت له لا، الله يستر، ما انتم تنجحوا وانا ارسب اخر شيء. فسبحان الله، يعني مثل ما تفضلت، الحمد لله السمعه والى اخره. 2020 بقى ساوينا هاي المنصه. هلا فأنت هاي عمليا المنصه، عملت منصة إلكترونية بداية ولا كان في شيء؟ ايه، نعم أوكي. نعم هي عبارة عن منصة إلكترونية، أنت إذا بتفوت عليها www.sinjabacademy.org أوكي. حتلاقي إنه بقى صارت بتعمل أونلاين كورسز. ما شاء الله. يعني أي طبيب بيسجل بهذا الكورس فرضاً، بيقوم بيصير بيحضر المحاضرات اللايف اللي نحن عم نعملها، واللي هي عم تتسجل بنفس الوقت، وبعدين منها بنرفعها على اللايبراري اللي موجودة على المنصة نفسها، مو على اليوتيوب، على المنصة نفسها، بحيث هو بقى بيقدر يرجع لها إمتى ما حب، مرة ثانية يسمعها مرتين وثلاثة وأربعة. واللي ما قدر يحضرها لايف بسبب اختلاف التوقيت أو إلى آخره، بإمكانه كمان يشوف الريكوردينجز. هذا الكورس بقى هلأ إن شاء الله بعد 20 يوم حنبدأ الكورس رقم ثلاثة، اللي هو الثيرد إديشن تبعه. يعني نحن ساوينا لحد هلأ كورسين، مدة كل كورس سنة. انت عم تحكي عن مش كورس، انت عم تحكي عن فيلوشيب او عن بالضبط، تريننج، دبلومة، يعني تريننج، دورة مستقلة، مو اني والله يومين ثلاثة، لا انت عم تحكي عن لا سنة لا لا، كاملة. سنة كاملة ما شاء الله بالضبط، ما شاء نعم. الله. وتطورنا أكثر، صرنا نعمل هلا مو بس بالريفراكتيف سيرجري، هلا ريفراكتيف سيرجري ماستر كلاس، هيك مسمينه ماستر كلاس. سوينا أول واحد، سوينا ثاني واحد، هلا الثالث راح يبلش يعني انت عم بجوله. تحكي عن نمط انه محاضرة اسبوعية بيحضرها الطبيب نعم وبعد سنة بياخذ سيرتيفيكيت او شهادة منكم انه هذا الزلمة صار قادر. اخذتوا افلييشن من جامعة؟ يعني هي كمان ربما الخطوة اللي لازم تكون بعدها، يعني هذا عم تخيله انه انت كنت عم تشتغل هلا كجمعية خاصة لازم نعم تاخذ اعتراف من اي جامعة او شيء ممكن يعطيكم صفة اكاديمية، هذا الشيء وصلت له ولا بعد؟ برافو، لسه 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 هذه الخطوة التالية ان شاء الله ان ان شاء شاء الله الله، الله ان شاء كريم. الله ان شاء فعم الله. نحاول ان نعمل افلييشن مع شي جامعه مشان هالخصوص هذا. هلا كمان فتحنا يعني ماستر كلاسز باشياء ثانيه، مثلا الكاتراكت، باوكيلوبلاستي الى طبعا انت اخره الى جبت اخره. متخصصين بامراض العيون وهن نعم زملائك من نعم عده دول، شفت ربما في زملاء من كندا او من غير بلدان، وهن كل مين متميز بتخصصه، فانت عملت نواه ما شاء الله، يعني نعم اكاديميه حقيقيه ما شاء الله. نعم وبالمناسبة هي الماستر كلاسز، هو يشوف النشاط على المنصة هاي، هو مؤلف من قسمين. في القسم المجاني بنعمل ويبينارز بشكل دوري بمواضيع متفرقة وإلى آخره، هي مجانا أي حدا ممكن يحضرها. وفي النوع الثاني اللي هو مدفوع الأجر، واللي هو الأجر تبعه طبعا لا يوفي الجهد المبذول. هذا اللي مدفوع الأجر انا بعطي ايضا مثل فيز او اونوريريوم للسبيكرز، انا بدفع لهم فلوس ما شاء الله للسبيكرز، لكان لانه هذا حقهم وهذا وقتهم وجهدهم. صحيح. يعني فبالتالي مثل وين وين، يعني السنجاب اكاديمي بتضلها مستمره، وبنفس الوقت السبيكرز ما بيحسوا انه انا عم بسرقهم صراحه، وبنفس الوقت كمان الاودينس، الناس اللي الطلاب يعني بيحسوا حالهم انه عم يدفعوا لشيء هو عم ياخذوا مقابله. طبعا كل ماستر كلاس مؤلف من 4 موديولز، وفي كل موديول في له اكزام، بيقعد الطالب بيقدم اكزام اونلاين وبده ينجح فيه لحتى ياخذ السيرتيفيكيت. ما شاء الله شلون؟ دكتور، مع النظام الخطوه كامل. القادمه اكيد ان شاء الله افليشن مع جامعه محترمه، وهذا الشيء لازم تحققوه. هلا انت فتني بمعلومه ما قلت لي اياها، انه انت لما اخذت الشهادات البريطانيه انت صرت تمتحن الاطباء ببريطانيا او ايوه الامتحانات البريطانيه، مزبوط ولا انا غلطان؟ لو اريد اوضح ايوه النقطه هذه. برافو عليك. هلا هو يعني كمان نفس الشيء، كله سبحان الله بيجي تراكم. يعني انت كل ما توصل لنقطه بتخليك توصل للنقطه اللي بعدها. بعد ما طبعا حصلنا كل هالاشياء هاي، وصار في عندي هالزخم الكبير من خلينا نقول السمعه، ف عندك بال2016
الرويال كوليدج اوف سيرجنز اللي موجوده في ادنبرا اللي هي بتمنح الاف ار سي اس، راسلوني انه اذا بتحب تصير ممتحن عندنا. ما شاء الله. فقلت لهم اوكي، وافقت، ومن 2016 لهلا انا ممتحن في ادنبرا. ما شاء الله. بعدين نفس الكلام بالنسبه فانت لنا. دوريا اظن سنتين مرتين او ثلاثه بالسنه بتروح على بريطانيا او على ادنبرا مثلا، وتكون انت الشخص جزء من اللجان اللي بيمتحنوا الطلاب اللي جايين يمتحنوا بامتحان السيرجري، مش نعم العينيه، السيرجري. لا هو اسمها اسمها اف ار سي اس، لكن هي خاصه بالعيون. تمام، بامراض هي العيون اللي بتروح رايحين على ادنبرا. جميل. ايوه. طيب هلا كمان هاي السنه قدمت طلب، انا اللي قدمت طلب للرويال كوليدج اوف افثالمولوجيست اللي موجوده في لندن، ومباشره قبلوني كمان انه انا اكون ممتحن عندهم بسبب تاريخ طويل ما بهالموضوع شاء الله. هذا والى اخره. فصرت انا كمان ممتحن في لندن، يعني هلا في مكانين انا بمتحن فيهم ببريطانيا. تبع ادنبرا اللي بيتقدموا للامتحانات لحتى يحصلوا على الزماله فيها هن الاوفر سيز مش البريطانيين. اللي بلندن هن البريطانيين. ما شاء ف الله ما شاء الله. ان شاء الله انا حبلش معاهم بالامتحانات ابتداء من سبتمبر هاي السنه، حصير امتحن البريطانيين نفسه. ما شاء نعم الله ما شاء الله. ف نعم دكتور مازن، أنت لسه في إنجاز أكاديمي ما ذكرت لي إياه، ألا تفضل. وهو القرنية المخروطية. ايوه نعم هذا الحكي بدأ يعني ما شاء الله. أنت يعني نحن بدأنا من 96 لهلا، نحن عم نحكي سنويا شو عم كيف عم تطور نفسك ما شاء الله. وهذا التطور عم ينعكس مش على مازن سنجاب، أنا فيني أقول شو معنات هذا التطور. عم يتطور مازن، عم يتطور عشرات الأطباء من بعده، وهذا الشيء عم ينعكس على المرضى. هي نتيجتنا بالنهايه. القرنيه المخروطيه شو قصتك معها دكتور؟ هذا الموضوع جزء من تخصصك انت بامراض العين الاماميه، هذا جزء من اهتماماتك. القرنية المخروطية هو مرض شائع جدا 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 أكثر ما نتخيل، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق العالم كمان. بسوريا كنا نشوف كميات هائلة من القرنية المخروطية، وكان بهداك الوقت القرنية المخروطية يا أما عدسة لاصقة يا بيكون وصل لمرحلة العمى، روح ساوي له زرع قرنية، ما إذا في كان حل متوفر، إذا متوفر زرع القرنية. إذا متوفر زرع القرنية. بال2005 تم اختراع اول جهاز تصليب للقرنيه او كورنيال كروس لينكينج. حلو. فطلعنا على المؤتمر لحتى نتعلم شو هذا الشيء الجديد اللي طالع، ودغري اشتريت الجهاز ودخلته لسوريا. اول من دخل جهاز الكروس لينكينج لسوريا هو انا، ما شاء الله عليك. وبلشنا نشتغل فيه. طبعا طبعا. انت بس مشان احط الساده المشاهدين بال 2005، شو معنى 2005؟ معناته الدكتور مازن مخلص، هو مخلص اختصاص عينيه، هو حاليا مدرس بكليه الطب، يعني هو عم يتعلم شيء، هو استاذ عم يتعلم شيء جديد. هذه مهمه جدا. انت لسه عندك لازم يكون عندك الشغف او الرغبه بالتعلم، وحتى لو انت صرت كبير ما في عمر للتعليم. صحيح. الأمر الآخر بهداك الوقت كمان كانت الحلقات الكورنيال رينجز بدايتها كمان، فبرضه تعلمتها وصرت يعني خلينا نقول أكثر واحد بيزرع حلقات في سوريا بهداك الوقت. وبنفس الوقت فتحت مركزي يلي موجود في ساحة الميسات، ما شاء الله. مو بس للمرضى، أي طبيب بحب يجي يتفرج ويتعلم يتعلم. أيوة شلون هاي العمليات بتصير على والله الرحب يا دكتور والصحة. لازم اسمك ينحط بالذهب، والله يا دكتور، لانه انا بعرف من ناس كثير يعني عندهم تعلم شغله معينه، راح على سافر على فرنسا على بريطانيا على امريكا، اذا بده يرجع بده يهتم بايده هالموضوع، ما بده يعلمه لغيره، اذا علمه لغيره بيخسر كثير. انت ما شاء الله ماشي بالموضوع ومؤمن فيه مثل ما هو، وعم تعلم غيرك، وهذا الشيء انعكس عليك اضعاف مضاعفه ما شاء الله، وهذا الشيء بالنهايه الثواب عند الله قبل ما نحكي عن ثواب الدنيا. أحسنت. فحتى الأطباء يلي مثلا كانوا حابين إنه والله يشتغلوا هالعملية بإيدهم، أنا واقف معهم وهن زملائك، هن هدول الاطباء زملاء بالبرايفت براكتس، يعني هن زملاء منافسين، خليني اقول حقيقه، مش هن بالضبط طلاب بالضبط دراسات، يعني ممكن يكون بالضبط متخرج يعني. بالضبط. فأنا كنت واقف معهم وساعدهم بمرضاهم طبعا. جزاك الله المهم خيرا ما شاء الله عليك. وإياكم بال2012 صار في تراكم معلومات جميل الحمد لله، صبيته بكتاب. معلومات وخبرات. تماما.
معلومات عن القرنيه البخروطيه، سميته كويك جايد تو ذا مانجمنت اوف كيراتوكونس، ودار الطباعه كانت شبرينجر. الأمانية. المهم جينا بعدين بقى، طبعا هذا العلم عم يتطور كثير كثير كثير، جينا على موضوع في جهود مبعثره في كل انحاء العالم، بكل مؤتمر شوي هذا بيحكي كلمتين، هذا بيحكي كلمتين، هذا بيحكي كلمتين. فخطرت ببالي فكره انه ليش ما ننشئ جمعيه اسمها الجمعيه العالميه للقرنيه المخروطيه، The International Keratoconus Society. جميل. هاي الفكره ظهرت براسي من سنتين، لكن هاي الفكره لانه هي ضخمه، انت عم تحكي عم تسوي جمعيه عالميه وبدك تضم فيها صفوه الصفوه الصفوه، لانه هدول مو بس انه هن خبراء بالقرنيه، هن خبراء بالقرنيه وخبراء بالجراحه الانكسارية وخبراء بالقرنيه المخروطيه. يعني هذا التخصص تحت تخصص في 4 مراحل، يعني ما شاء الله. بالضبط. فرحت صرت احكي مع الكي بيرسونز، أشخاص طبعا الاشخاص هيك، وهذا الحكي من سنتين وجايه. انت لاحظ بالرغم من يعني عم بحكي مع الخبراء عالميا بهذا المجال، اللي هن أكثر ناس بيشتغلوا بهذا الموضوع. نعم، وطبعا يعني قسم منهم لا يزال بيقول لك والله بطلع هيك، هلا ما في غير هذا اللي جاي من سوريا او هذا العربي جاي، هو مثلا بده ايانا نكون نحن معه يعني. مهم، يعني انا دائما عندي قاعده، اشتغل والمركب ماشيه، اللي بحب يطلع اهلا وسهلا، بحب يضلوا على الشاطئ يخليه. هلا الناس افواجا افواجا انه كيف فيني انضم لهي الجمعيه. انتوا اعلنتوا انشاء الجمعية من 2023. اشهرناها في مسقط عمان، سجلناها بشكل نظامي ورسمي في مسقط عمان، وفي إلى هيكلية وفي إلى نظام داخلي وفي كل شيء تأسس كم عدد بشكل كامل. الأفراد هلا حاليا أو الأعضاء حاليا؟ في عندنا تقريبا حوالي 200 خبير قرنية مخروطية من كل أنحاء العالم، من كل وطبعا أنحاء مرة العالم. ثانية لما نحكي 200 بهذا المجال، نحن عم نحكي عن تخصص تحت، يعني طبيب العيني أصلا عدده محدود، ما هن القياس مع أطباء الداخلية أو الجراحة، بعدين أطباء القرنية أو أطباء القسم الأمامي من العين، بعدين أطباء، يعني هذا يعني 200 شخص من الخبراء عم تحكي بهذا المجال، فعلا رقم كبير، رقم كبير ما شاء الله. وانتو هي وحضرتك انت المؤسس، نعم، انا ما شاء بتقدر الله عليك. صاحب الفكره الرئيسيه وصاحب مثل ما بيقولوا، دائما هن بيقولوا لي انت الدينامو، لانه بحط لهم الاسس، بحط لهم خلينا نقول التارجتس، بحط لهم الى اخره، وبنشتغل على اساسها كلياتنا، يعني طيب عمليا دكتور نحن مازن، انت شخصيا استفدت من الاخرين، يعني انت عندك خبرتك الخاصه اللي كونتها عن القرنيه المخروطيه من خبرتك مع التعامل مع المرضى السوريين، انت هلا جمعت 200 خبير ما شاء الله حول العالم، المنطقه العربيه يعني ما اعرف شو جنسياتهم، بس من حول العالم. انت شخصيا بعد، وانت ما شاء الله عندك خبره منيحه بهذا المجال، حاليا عم تستفيد منهم انت شخصيا؟ طبعا طبعا. يعني الواحد العلم بحر بحر، يعني قد ما كان الواحد خبير بجوز مثلا انا متعمق بشيء معين، كل واحد فيهم متعمق باشياء، وكل واحد بعدين القرنية المخروطية هو انت عم تتعامل مع ورقة مجعلكة، وبالتالي كل واحد بينظر له من زاوية، كل واحد بيقول لك لا انا الاحسن اعمل له هيك، هذا بيقول لك احسن هيك. فانت لما بيجتمعوا هدول كلياتهم تتوسع المدارك. وهلا حديثا هاي شغلة بقى يعني حتكون فتح جديد في الطب كله، مو بس بالقرنية المخروطية، راح ندخل فيها الاي اي، الذكاء الاصطناعي باذن الله رب العالمين. جميل جميل. وراح يكون اول مؤتمر لنا نحن كخبراء قرنية مخروطية، يعني للجمعية هاي في دبي ان شاء الله بعد 4 اشهر. ما شاء الله. طيب دكتور، حنجمع انتم عملتوا كلنا جايد لاين معينه، مثلا انتم الجمعيه الحاليه الانترناشونال جمعيه، انتم عملتوا جايد لاين او توصيات خاصه بالعلاج فيكم؟ هذا يلي هلا حنشتغل عليه وحنعتمد فيه على الارتفيشال انتليجنس. ما شاء الله. طيب تمام. الشركات دكتور، انتم تخصصكم تخصص العيون عموما قائما على الصناعه الطبيه، لازم يكون اذا ما في شركه موازيه للي عم تشتغلوا ما بتقدر تعمل شيء كثير بطب العيون حقيقه. فالشركات اللي هي بهذا المجال، انت عم تحكي كان بيوم من الايام 2005 كان في جهاز جديد دخلته على سوريا، حاليا الشركات مواكبه لهي، يعني في تواصل مع الشركات او هم متواصلين معكم انه شو نعمل يا جماعه، شو بدكم منا نعمل، ولا شو فينا تضيفني في الكلام؟ نعم ان شاء الله، هو هذا الشيء نواة كل هالحكي هاد ان شاء الله انحط. هلا بقى التطبيق، نحن هلا ماشيين بطريق التطبيق ان شاء الله رب العالمين. ما شاء الله. ف يعني انا الحمد لله فخور جدا طبيب سوري انشا جمعية بالقرنية المخروطية لاول مرة.
على مستوى العالم ما شاء الله. بمساعدة، طبعا أنا ما لا أنسب الفضل إلى نفسي، بمساعدة خبراء القرنية المخروطية. الكل معنا هلأ، هلأ الكل معنا. ما شاء الله، ذلك فضل من الله يا دكتور. والله انا يعني عم استعرض يعني مسيره حياتك، ما شاء الله والله شيء مشرف، شيء انه بيرفع الله الراس. يبارك. انا بشعر بالفخر انه في طبيب سوري زميل، وانا التقيت معك، يعني هذا انا مصدر فخري، التقيت معك كنت طبيب بيوم من الايام، انه ما شاء الله حققت كل هالانجازات بفتره زمنيه نسبيا محدوده. ما شاء الله، وما شاء الله عطائك مستمر، يعني هلا انت ماشي بالقرنيه المخروطيه، وان شاء الله وانا واثق يعني اللي بيطلع مسيره حياتك ان شاء الله في عطاء اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. هلا في شغله، الله يجزيك الخير طبعا، شكرا جزيلا لهالدعاء، ومنقول ولك مثل ذلك ان شاء الله ولكل المستمعين. جزاك الله خير. شغله ثانيه كمان، انه قاعده بحياتي هي انه ان تعلمني الصيد خيرا من ان تصطاد لي. طيب هذا الشيء خلينا نقول اذا انا بدي افرغ كل وقتي لحتى ضلني مثلا اعطي نفس المعلومات نفس المعلومات نفس المعلومات، هذا استهلاك. ايوه ليش؟ لأنه هذا الاستهلاك، يعني في أشياء تانية أنا ممكن أعملها، بس هذا الشيء عم يشغلني عن الأشياء التانية لأنه أنا عم أعيدها. معناتها إذا أنا أسست فريق عمل وخلينا نقول أعددت أطباء جداد مثل ما أنا بدي من العجينة، علمتهم ومشوا على هذا الأسس وخليهم هم يكملوا، مشان أنا أتفرغ لأشياء أخرى، في طاقات إضافية، في معلومات، أشياء جديدة، في إلى آخره. هي رقم واحد. رقم اثنين، ليش ما خلي برضه السوفت وير يعمل شيء بدل ما انا اعمله؟ فابتكرت برنامج سميناه سارسا، اللي هو سنجاب اكاديمي ريفراكتيف سيرجري ادفايزر، سارسا. هذا البرنامج هو عباره عن خوارزميه موجوده على المنصه، يعني اذا بتروح على سنجاب اكاديمي دوت اورج هتلاقي في شيء اسمه سارسا، إذا فتت عليه هو عبارة عن خوارزمية بس بتدخل فيها معلومات المريض، باراميترز معينة، بعدين بيعالج لك إياها وبيطلع لك توصيات، بيقول لك هذا المريض بيصير له ليزك ولا لا، وإذا بده يصير له ليزك بيقول لك قديش حجم الشريحة وقديش سماكة الشريحة وقديش حيزيد في عنده، ونصيحة لا تعمل هيك ودير بالك في هيك وحط من هون وحط من هنيك، بيطلع لك توصيات كاملة مو بس بالليزك، بكل أنواع الجراحة الانكسارية. فهاي الخوارزمية حتى الأطباء بيبعتوا لي بيقولوا لي ريحتنا جدا جدا جدا، لأنه بتعطي توصيات مشان منع حدوث الاختلاطات. فالحمد لله رب العالمين، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، بس انت هي الخوارزمية ما انت عملتها بايدك، انت مالك مطور كمبيوتري صحيح؟ انت طبيب وعندك معلومات سريرية، فانت يعني انا عم بحاول اتخيل، وصحح لي اذا انا غلطان، ما شاء الله لما انت صعدت بهذا الصعود واثبتت نفسك ووضعت قدمك بهذا المجال، اللي بده يطور هاي الشغلات سواء بالاجهزه او بالسوفت وير او كذا حيجي لعندك يقول لك يا دكتور مازن اعطيني الاوكي منك، صح ولا فعلا. انا غلطان؟ صار هذا الشيء ولا لا؟ انا ما حكيت لي ابدا، بس انا واثق هيك صار. برافو عليك. شوف هلا اول شيء بال1983 1983 كان عمري 13 سنة، نزل اول كمبيوتر كان كتير بسيط اسمه سينكلير. هذا ما بعرف، انا ما بعرف صخر صراحة، صخر 90. هذا قبله اشتريت سينكلير، ما شاء كان الله. نعم كان يعتمد على لغة البيزك، كان اسمها لغة البرمجة في هذاك الوقت لغة أعرفه. البيزك، وبعد منها أنا طلع بعرفه، ما بعرف الجيل الباسكال الجديد وطلع. بيعرفها ولا لا. المهم لغة البيزك هي بيزك، يلي هي انه مثلا اف كذا ذن كذا، وبعدين يعني لغة دو رسم هي دو. أساسا بترسم فيها وكذا، أنا حط يعني متعلمينها بيوم من الأيام. فأنا تعلمت لغة البيزك بهذاك الوقت وصرت برمج على اساسها. هلا امتى فادتني؟ فادتني لما بدي اجي اعمل هاي الخوارزميه. سبحان الله، يعني بعد كم سنة، بعد 40 سنة ربما، ما شاء الله، تمام. يعني الواحد فانا مهما تعلم ما بيقول إنه والله شو بده يفيدني هذا هالوقت، وخاصة أنا رايح هالمجال، بيوم من تمام الأيام حتفيدك، وما في شيء بيضيع بالعلم، سبحان ما الله. في شيء ما في شيء بيضيع. لذلك انا دائما بقول لكل الناس هي على الهامش، انه استغل وقتك، استغل وقتك بتطوير مهاراتك. بقول لكل الناس انه استغلوا وقتكم لانه ما بتعرف امتى ممكن انه تستفيد. المهم جيت على السارسة، كنت حطيت عامله كل ابلكيشن المعلومات اللي لموضوع الكذا مثل ما حكيت، وعندك خبرة نوعا ما بالبرمجة. بالضبط، فجيت حطيتها وكتبتها كتابة بلغة البيزك، عرفت شلون؟ فصارت سهلة جدا للمبرمج
اللي صار يفهم اوه انت عنه. اعطيته لغه مبسطه يعني، تماما مو لغه طبيه. ايوه هلا فهمت عليك تماما، هو بس حولها للغه معاصره، لمدرس لغه معاصره اسبوع مثلا، ما بعرف اي لغه استخدمها هو مثلا، لغه اكيد من لغات جديده يعني اكيد. لغات جديدة، لكن هو صار يعني صار في لغة مشتركة بيني وبينه. يعني انت لو أما حكيت والله معه لغه طبيه ما حيفهم عليك. ما تماما حيفهم، تماما وحنقعد تماما، سنين ما شاء الله عليه. وقدام حتى تصير القصة. فأنا كتبتها بشكل لغة برمجية، ولو إنه كانت هي بسيطة لغة البيزك، لكن بالنهاية هي الأساس. يعني المبرمج اعتمد عليها، سواد إياها، خلصت القصة. والله يا دكتور مازن، انا مستمتع جدا باللقاء، وانا واثق ان شاء الله المشاهدين حيكونوا مسؤولين جدا بسماع قصص اكثر واكثر. دكتور مازن، يعني بنهايه هذا، ما اعرف اذا بتحب ننهي هذا اللقاء، في نصائح يعني لزملاء، يعني هو غايه اللقاء حقيقه، انه استعراض طريق النجاح. انا بدات باني اقول النجاح هو المثابره والصبر، وحقيقه انا بقول لك بعد ساعه او اكثر من هلا من اللقاء، سيرتك ما شاء الله هي مثابرة وهي صبر. فشو بتوجه نصائح لزملائنا اللي ماشيين على هذا الطريق، كيف يكونوا ناجحين إن شاء الله مثل الدكتور مازن، ويكونوا إن شاء الله بيوم من الأيام مبدعين ويحطوا بصمتهم بمجالهم بغض النظر شو هو حيكون مجالهم؟ الله يجزيك الخير. طبعا اول شيء اخي، خلينا نقول انه الواحد يحط هدف، انه انا شو بدي اصير. حلو الكلام، وخلي هدفك هو اكبر شيء ممكن بالكره الارضيه. لا تستقل، لا تقول انه والله لا. اللي بده يعشق يعشق القمر. ايوه بالضبط. فحط ببالك انه انا بدي اصير هيك، ماشي؟ طيب يعني حط ارفع السقف تبعك. هلا حط الوسائل يلي انت بدك تحقق فيها هذا الهدف. بجوز تلاقي حالك انك بدك تنمي مهارات معينه، بجوز تلاقي حالك انه والله انا بدي اعمل كورس معين، بجوز تلاقي انه والله خليني اقرا الكتاب الفلاني لانه له علاقه بهذا الهدف، الى اخره الى اخره. اذا حط شو هي الوسائل. فرغ جزء يومي مستمر، قليل مستمر خير من كثير منقطع. كل يوم أنا بدي أعمل هالشغلة الفلانية، بدي أحط إذا هدف. هذا الهدف البعيد، هذا غير الهدف اليومي اللي هي أكل والشرب أيوه ونلحق المعاش الشهري اللي هو عم بالضبط طلع فيه فلوس مشان أعيش أقدر أعيش، في هدف كبير أنا عم أشتغل فيه يوميا وإن كان عم بالضبط تتمارس قليل مستمر. بالضبط. لأنه حضرتك ما سألتني مثلا، كل الناس بتقول لي طيب أنت من وين بتلاقي الوقت لحتى تألف هالكتب هاي؟ أخي كل يوم حط ساعة، ساعة بتلاقي حالك أنجزت. طيب هاي الساعة من وين بدنا نجيبها؟ هاي بقى النصيحة الثانية اللي بدي أقولها للناس، إدارة الوقت. إدارة الوقت، بتعرف إنه نحنا لما بنمسك هالموبايل بنحطه بإيدنا، ساعات ما شاء الله، أحيانا بيقعد الواحد ساعة بدون ما ينتبه على حاله. صحيح الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى أنا ماني هيك. أنا الجوال تبعي كل يوم بيطلع لي إنه السكرين تايم تبعي اللي أنا مضيته كل النهار ربع ساعة، ما 15 شاء الله دقيقة. عليك ما شاء الله عليك. ما في عندي شيء اسمه الحمد لله رب العالمين انه والله اقعد بقى واتس اب رايح من هون لهنيك صباح الخير ومساء الخير، ما عندي هالحكي هذا كله. والجروب اللي فيها القصص هاي بيطلع منه، واللي بده يزعل مع السلامه. اثنين انا خصوصي يعني دكتور مرحلة الإعداد، ربما هذا الكلام مهم لطبيب عمره 20 سنة 23 سنة، هي المرحلة مو مرحلة التسلاية ومرحلة تضيع وقتك على الواتس وغيره، قضي وقتك بالإعداد بعدين لما بصير عمرك 50 سنة ربما أو 20 سنة، يعني وقتها ممكن ترخي حالك شوي، بس مرحلة الإعداد لازم تكون شادد على حالك. بالضبط. فاذا عندنا اداره الوقت يلي هو انه كل يوم انا بخصص جزء بدي اعمل فيه هالشغله هاي شو ما كان يكون، حتى لو بدي احرم حالي النوم. بجوز انا اكون مشغول كثير والله وعندي عمليات كثير وكذا، خلص انا حاطط ببالي انه في ساعه بدي اقرا، ما في نام قبل ما اقرا، تمام؟ او الصبح قبل ما اروح على شغلي لازم اقرا. المهم انت ظبط الساعات اللي بدك اياها. الشغله الثالثه يلي هي الاخلاص. يعني أنا أعطيك مثال، شو اللي منجح سنجاب أكاديمي هلا على مستوى العالم كله؟ بالمناسبة أنا إذا بفرجيك الخريطة، خريطة بيعطيني إياها شو اسمه الموقع نفسه أو السيرفر، شوف من المتابعين منين الساين ان من وين وتجي بيجوا، مين هو كل أنحاء العالم، بيعطيني ترافيك إنه ما شاء الله. خريطة تمام إنه كل أنحاء العالم عم يفوتوا على سنجاب أكاديمي. طيب من وين بيجي هذا الحكي؟ من خلال إنه أنا مصر أعطي المعلومة، مو بس أنا، اي سبيكر انا بجيبه، انا بختار السبيكرز على فكره،
انه هدول السبيكرز ما يكونوا بايست، ما يكونوا شاريتون الشركات، ما يجوا يحكوا لي عن جهاز، انا بدي تحكوا لي عن تكنولوجيا، عن مرض، عن كذا، مو تحكوا لي عن جهاز. فهذا الشيء عطى مصداقيه، فانت لما بيكون في عندك مصداقيه تمام، فبتلاقي حالك يعني اي شيء عم تعمله بتلاقي حالك انك عم تمشي فيه بشكل جيد. ولا تهتم بالماده هلا بداياتك، انت اهتم بتحقيق الهدف، الماده بتيجي لحالها على مهلها. ما شاء الله انت الاخلاص فيني، يعني ارجع اذكر انه انت ما شاء الله عندك 13 او 14 كتاب ناشرهم باللغه الانجليزيه، وفي عده كتب ترجموا لعده لغات، حكيت لي بالاسباني، اليوناني، بالصيني والتركي. فلو ما كان اللي قارئ الكتاب هذا اللي هو اللي ما حدا بيترجم عشوائيا، انا بترجم شيء بعرفه انه مفيد، لو ما كان في اخلاص من الموضوع والله ما حينتقل للغه ثانيه وينتشر ما شاء الله، ويستفيدوا منه ناس بلغات ثانيه انت ما بتعرفها اصلا. سبحان الله. اي والله الحمد لله رب العالمين. فيعني هدول اني اهم نصائح، اللي هو اداره الوقت، الواحد يحط هدف ويمشي باتجاهه، وهذا الهدف يكون هو اعظم شيء في الكره الارضيه، ما تحط هدف بسيط. الاهداف البسيطه هي في أهداف لما مرحلية وفي أهداف سامية كبيرة، لازم يكون في هدفين عند الإنسان، هدف يعيش يومه وهدف بعد 10 سنين شو بدي يكون أنا، وبعد 20 سنة شو بدي يكون أنا. والله حتى لا هلا نحن بحياه مستعجله جدا، هي 10 و20 سنه من زمان كثير كانت، هلا نحن 5 سنين انا شو بدي يصير؟ بس حتى الخمس قصص سنين صارت خمسية كثير بعيده. سبحان الله. اي نعم يا نعم سيدي جزاك الله خيرا، والله أنا جدا مستمتع، وأنا فعلا تعرفت على شخصيتك أكثر بكثير بهذا اللقاء، رغم بعرفك يعني منيح أنا وتابعت عنك جيدا، أنا جدا استفدت شخصيا يعني، وأتمنى أن يكون لقاء مفيد، وخليني نقول الزملاء خاصة بمرحلة التكوين يستفيدوا منه إن شاء الله، وإن شاء الله بعد 10 سنين 5 سنين ما حقول 10 سنين بنشوف إن شاء الله كثير أطباء ناجحين ومبدعين إن شاء الله، ويقولوا يوما إنه إحنا استفدنا والدكتور مازن كان قدوتنا، وإن شاء الله يا رب يكون يعني هذا الشيء فائدة لمجتمعنا، وبالنهاية بنعكس على أهالينا هن مرضانا. الله يجزيك الخير. بس في شغلة كمان أخيرة بدي أضيفها، هي موضوع مساعدة الآخرين. يعني أنت لما بتساعد طبيب أو زميل أو حدا أصغر منك، شو بدي أقول لك، أولا هذا حينعكس عليك والله حيزيدك من عنده. لذلك أنا أنشأت على سنجاب أكاديمي منصة اسمها آي تيتش. منصة آي تيتش هي مخصصة لليونج أوفتالمولوجيست، أطباء لعيون الشباب. مو نحن ندرسهم، نعطيهم المجال. تفضلوا يدرسوا انتوا تفضلوا اعطونا محاضرات، انتوا اثبتوا انكم عندكم مثلا. ليش؟ مشان تكتشف الخامات اللي عندهم. وصدقني لما عملنا هاي الشغله اكتشفنا خامات خطيره ما احلاها. يعني اطباء عيون صغار هلا يا متخرجين يا بدهم يتخرجوا، عندهم افكار، عندهم ابحاث، عندهم أشياء حابين يحققوها، عندهم معلومات نحن ما بنعرفها. ف يعني فعلا هاي انا بحب المنصة اضيف على نقطتك دكتور، انه الاطباء المتخرجين حديثا هدول صلوا هدول قريبين جدا من المرحله الاولى من طلاب الطب ومن المراحل الاولى، هدول بيعرفوا شو هي النقاط الضعف خلينا نقول اللي بحاجتها طالب الطب، او هن بيعرفوا بالضبط شو بحاجه الجيل هذا، لغه الحوار تبعهم، ربما لما كل واحد كل ما واحد ابتعد وكل ما واحد طلع بالسلم ما شاء الله بيبتعد شوي عن هي الفئه اللي هي المقيمين اللي كذا، بالتالي ربما يصير لغه الخطاب معهم اصعب نوعا ما. فميزة الطبيب المتخرج حديثا ربما ما عنده العلم الزايد اللي عندك إياه، بس هو عنده بيعرف بالضبط شو هي نقاط الضعف تبع الأطباء الأقل منه، وهي اللي هن بحاجتها. فربما هذا هو سر نوع ما، يعني هذا فعلا يعني أنا يعني أكبر على يدكم ما شاء الله، أنه هاي خطوة مهمة جدا، أنه هي الأطباء ربما يهتموا بنقاط أنت ما تعرف أنه هي مهمة جدا لهدول الأطباء، أحيانا على بساطتها مثل ما بيقولوا، يعني سبحان الله هاي المعلومات. نعم. شكرا جزيلا أخي طلال، وأنا كثير ممنون على الفرصة الحلوة الجميلة هي، والله يوفقك بقناتك ويجعلها هيك بميزان حسناتك دائما إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وإن شاء الله يا رب المتابعين ينبسطوا بهذا اللقاء، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.